مع مرور الايام مش حاسة انها تنفد الوعد ديالها بنفسها، ما غاديش تبكي عليه، مازال غتخلي داك الغضب ديالها في الداخل ديالها، وغادي تندم راسها وتلعنه في كل لحظة. اما قلبها حاولت تجاهل الاهين ديالو وبكائه، الى حين عارفة انها ما غاديش تقدر تسكتو. تجاهل حتى اللحظة ما غادي تنهار، وحتى الانهيار لا، هو ما كيستحقش من هذاك الانهيار، ما يستحقش انها تبرد اولا تنعس هكا في الفراش على قبله وهي كتبكي. كانت كتشوف داك المشهد قدامها ممكن يوقع في اي لحظه، حيت كتحس براسها مابقاش قادره تستحمل مازال. علاش حول داك الحلم الرائع الكابوس؟ علاش ما اتصلتش بيه اولا صيفطت ليه شي رساله؟ قالت هاد الهضره لنفسها، علاش عندها الرقم ديالو؟ ولكن لا، ما تقدرش، خصها تمسح الرقم ديالو، خصها تمسح ليه، تمسح اي حاجه ممكن انها تربطها به مازال. وفعلا مسحت الرقم ديالو بحال لا كتعاقبه بهذاك المسح. عقاب ساذج. كتقلب في التليفون ديالها، يداها كيرتاحشو، وبسرعه محمومه مسحاتو قبل ما يغلبها التردد، حتى كتسمع الاب ديالها كيدق في الباب. وبعد دخل اجلات ديك العمليه ديال الانتقام اللي ما بعد كانت سبقه ما ضغطاتش على اخر زل اللي يمكنها انها تمسحو. مره ايمان جعريس طالب يديك، كانت هذه الجمله اللي خلاتها كتقفز من بلاصتها، وصدرها كيتقافز بحال داك الطير المذبوح اللي كيطير من عرق الدماء، كتقول لعنة على القاتلين ديالو. لا، ماشي دابا، مابقيتش قادره. شافت في الاب ديالها بحال كتطلب منه انه يتراجع، حتى كمل هضرته، ما غاديش تسوليني شكون. نزلت راسها للارض، ما بغاش تعرف شكون، بقات قادره عندها تشوف شي راجل كيف ما كان، ما بقاش تسمع عليه حتى حاجه، مخذوله خايفه، الامل ديالها خائب. مجرد الرغبه في مناقشه الامر غادي تزيد تهدى اكثر. كرهات الصرف ديال الرجال وما يجي منهم بسبب تجربه دازت 3 ايام فقط، بينما الاب مازال كيسولها. هشام ولد عمتك ما كانش كيعني على الامر بزاف، ولكن ملي سمعت هشام فعلا صدقات توقعات ديالها. ما عرفاتش شنو غتنطق، كيتسنى هاد جوابو. هشام راه انسان ممتاز، ولكن الاب عاوتاني، ولكن كل مره ولكن. قبل ما تنطق بالرد اللي وجداتو داخل عقلها الباطن منذ اشهر، وقفات. شنو غادي تقول لي؟ ان هشام ماشي الزوج مناسب ليها حيت خصها الصغيره كتميل ليه. قررت انها كتصبر شويه، لعل الحس ديالها غلط، وهي راه ماشي بعرافه، ما عندهاش دليل انها فتاه مغرر بها من زياد. لعل ما ينسى هي تكون ما كتكونش كيعجبها هشام كيف ما كانت كتوقع. زياد ما كان لها والو، حتى الثقه ديالها بديك القدرات ديالو، انسان واخد خلى كاع الثوابت ديال الامور عندها زيد تضبب، كيولي كلشي اللي كان واضح لها هو راه. بابا واخا عطيني وقت نفكر في هذا الموضوع هذا ومن بعد نجاوب. في هذوك اللحظات كانت مي كتفكر بلا يمكن هذا الشيء اثر على علاقتها بختها اللي كتكلا اقوى المشاعر بالنسبه لها هي القدوه ديالها، ولكن علاش غتخبر الموضوع؟ حتى ايمان راه عمر ما قال شي حاجه عليه، يمكن كانت شي احساس بيناتهم وهي ما عارفاش. لا، عمر ما شافت شي اهتمام هكا من ايمان جهه هشام، كان كيبان لها بلا السن ديالها مقارنه ايمان مع هشام، السن ديالها اقرب، هي بينها وبين هشام عام ونص، كبر منها بعام ونص، ولكن بين هشام وبين فرق ديال السن مناسب انها تكون ديك الفتاه المناسبه ليه. ولكن هادشي ماشي بالسن، هادشي بالقلب. بدات كتفكر واش فعلا ممكن لانها ترتبط بهشام، واش يستحق منها هادشي، واش يستحق العناد على حساب ساعتنا، واش كيستحق منها هادشي اني نحاول اني نغيضو، اني ننتقم منه، اني نعيش في تعاسة لباقي حياتي. فكرت مزيان، يمكنش انها تغامر بانها تهدم السعادة ديال اختها، يمكن ان ارتباط مي بهشام يكون مازال عنده يكون شي امل ليها. هكا خدات فكرة قاطعة انها غادي ترفض هشام، دخلات على الاب ديالها، بابا عافاك ما بغيتش نهضر مازال في موضوع هشام، انا ما قابلاش به. سكت شوية بحال كان كيتوقع داك الرد ديالها، علاش ما عرفش، ما حاساش انه ممكن يكون راجلي، كنحس بيه بحال خويا. هاد الحجه هادي ضعيفه شويه. لا بالعكس بابا، قاسوية كترفع راسها وكتحدث باقناع، هاد الحجه هادي اصدق حجه. الزوج راه خص يكون قريب لك، يكون قريب، ولكن احساس الاخر شكل مختلف. انا ما غاديش نقدر هكا، ما كنحش بيه انه ممكن يكون في شي يوم من الايام
راجلي، كنحسبو انسان عادي بالنسبه ليا. الطبيعه انا مختلفه، طريقه تفكيرنا مختلفه، السن ديالنا قريب بزاف من بعض، ديك الكيمياء ما كاينش بيناتنا من الاول. ما غاديش مي لا ما يمكنش، لا امبوسيبل، ولو بعد 10 سنين ما يمكنش تولي داك الاحساس بيناتنا. واخا بنتي انت راك انسانه عاقله من كل النواحي، كتجي تسال الزواج كدي كتفشي علينا. والله بابا ما كانت فشش، ولكن راه كان خاف اني نتزوج لمجرد الفكره ديال الزواج. بغيت نتزوج بشي انسان اللي نحس براسي بالله فعلا خصني نعيش معاه بلا باغاه. راه عمري كله انا مقتنعه ومتوافقه معاه ومرتاحه معاه، ولكن ما نقدرش نتخيل انه ممكن يكون راجلي. بغيت نشرح ليه اكثر، تقول لي بلا بغيت شي حد اللي نكون كنبغي. ما قدرتش تشرحها لي بهذه الطريقه هذه، حسيت بالتوتر. يمكن هو فهمها ولكن ما حكرش، بقى كيشوف حتى نطق. حتى الامساء غتبقاي تسني هذا اللي غتكون بينك وبينه، هذه الكيمياء. ايمان ملي قالها بديك اللهجه فهمات ان المهمه ديالها اقتربت من النجاح. قالت باللكنه ديال المرح، النهار حتى النهار اللي غيبغي بابا. الله بابا ان شاء الله ما غاديش يتاخر هذا الشيء، يقدر يجي ويجي مع الشوكولا في ايد وديك الكيمياء في ايد اخرى. بقى كيشوف فيها هشام، راه مزيانه بنتي، سامتك غادي ما يعجبهاش الحال. عفاك بابا، يمكن مازال ما قالهاش لهم، ومن بعد راه الزواج راه ما فيهش هادشي ديال خاطر هذا ولا الخاطر هذا. شرد الاب شويه وكيفكر، خيره في مخسره. والله شكون عارف، يقدر يكون هاد الزواج هذا كان غيتسبب في مشاكل بيني وبين اختي. وهنا تسهلت المحادثه وتنفسات ايمان السعداء، وقفات قدام العيسه وهي كتامل ملامحها وكتحقق مع نفسها. كتسائل واش فعلا هذه هي الاسباب، ولانك ما قادراش تخيلي رجل اخر في حياتك من غيره، من غير زياد. نبضات هاد الافكار كتحاول تنتازها من افكارها، وتمت غدا بشويه الحجره ديالها كيقتل لها الملل. قررت انها اليوم غادي تمشي تنعس هكا بكري، تحيد داك الارق وديك الافكار الساخبه اللي رافقاتها طيله هاد الايام. نعسة كتسمع التليفون كيصوني كيدخل لها في الحلم. هزاتو هكا باستسلام مغمضة عينيها، هاديك المنطقة ما بين اليقظة والحلم. دارتو على ودنيها، الو ايمان. طارت ديك البقايا ديال النعاس من عينيها وهي كتستعيد اليقظة دفعة وحدة، ومع الكثير من الرجفات والدقات العالية. هو واش كتحلم؟ صوتو هذا اولا كيشبه ليه؟ شافت ليكرون، كانت زوج ديال الصباح ورقم مجهول. دار التليفون هكا عاود فوق ودنها، الو وي انا زياد. ما حسيتش بنفسها الا وكتغلط الخط، حسيت بالغضب. بدات انفاسها كتعالى، داك الغضب الشديد وديك الفرحه الشديده في نفس الوقت. بداو الدموع كينزلوا، كتحس بالشفقه على نفسها. دارت هكا وساده فوق راسها، بقات هكا متكيه. عاود ثاني كتحيدها وكتشوف داك الرقم، اعين دامعه. اليوم ماشي لحد. سخرات من ديك الفكرة اللي جاتها، واش هو التزم أصلا بالحد؟ قبل ما تفكر كيفاش والعلاش، عاد صورة التليفون مرة أخرى، معجبتش هاد المرة. كتكرر نفسها هكاك باش ما تضعفش، حتى يتوقف على داك الرن ديالو. بقى هكا كيصوني وهي كتشوف فين. راه داز شهر على داك السفر ديالو، دوزات جوج الأسابيع منهم باكية فاقدة، وجوج الأسابيع الأخرى كاعية منه بلا مشاعر. وفي نفس الوقت كانت كتفتقده بالرغم من كل شيء، كانت كتسناه في الخبايا ديال عقلها انه يتصل. عاود صنع التليفون المره الثالثه، كانت ولات اكثر ضعف من المرتين اللي فاتوا. علاش ما تجاوبش وتعنفوا هكا وتدور فيه؟ علاش ما ديرهاش داكشي اللي دارت فعلا؟ حتى سمعت صوته، ايمان انا زياد. قالها بدهشة بحال كيبرر نفسه علاش غلقات هكداك الخط عليه، بحال راه ما عرفاتش بلا هو المتصل اولا ما عرفاتش صوتو. الغرور ديالو منعو انه يفسر الامر، بلا سدات عليه متعمده. حسيت بسمات ببرود. عارفه سكت شويه، بعد عارفه وقطعتي ليا لهالدرجه ايمان. سكتات، صوتو كيرجع لهذوك الذكريات دفعه واحده. فكرة ديال انها نساتو تمسات انها كانت غير خيال من صنع العقل ديالها. كاين شي حوايج ما كيتنساوش بهاد السرعه وهاد السهوله. واش غاضبه مني حتى لهاد الحد؟ قاطعتو، ماشي مضطر باش تشرح ليا. عافاك ما تعاودش تصل مره اخرى. حسس بالكلمات ديالها بحال السكين اللي كيذبح قلبها قبل ما يذبحو هوايا، باوامر من داك الكبرياء ديالها الجريح. شنو كتقول يا ايمان؟ سمعت صوت ديال انفاسه كيوصل حتى لعندها من الطرف الاخر. حاولت تكتم داك الصوت ديال انفاسها حتى كرر بلين. انا عارف ان اي كلام ما يمكنش يبرر هادشي، ولكن
عافاك عطيني فرصة أخرى. حاولت تخفي الآثار ديالها بكامل صوتها، ماشي بالضروري صافي، شو اللي كيربطهم أصلا؟ ربما هو ما خطاش في داكشي اللي دارو، كان الغضب ديالها والحزن ديالها جامحين. تذكرات مشاعرها المدهشة بالوقوع في الحب، تذكرات صدمتها بالسفر ديالو، صهير صداع تقلب ديال الحال، عطاتو كسر من وقته، ما خدات منه إلا الخذلان. إلا كنتي كيحسب لك أني نسيتك، فأنا فعلا ما نسيتكش. سكسات كتحاول تستوعب الكلمات ديالو، كتفكر واش هادي المبررات الرهيبة اللي كتفسر الاختفاء ديالو شهر كامل بدون حتى مجرد ميساج. اعتبر الصمت ديالها قبول بالشرح، حتى بدا رجع كيتكلم. ملي وصلت كان الوالد مريض بزاف، داك المرض تحول الحالة خصها تحتاج انه يدخل الرعاية المركزة، بعد بزز منها الله يشافيه. كيبقى دابا الحمد لله بقى 6 ايام فقد فيها بزاف ديال الوزن ديالو والصحة. كان الصوت ديالو الحزين كينبأ بالمكانة ديال الأب ديالو عفوا عنده، إن شاء الله غادي يولي بخير. شكرا. سكتت إيمان كتسائل شنو السبب، واش هذا هو السبب فقط ولا مازال كاين شي حاجة أخرى؟ كان ممكن أنه يختطف ولو دقيقة جوج دقائق المكالمة رسالة بسيطة. كمل زياد بحال كيقرأ أفكارها. مغاديش نقول لك بلي هاد الشهر كامل كان مريض، ولكن بدا كيتعافى من بعد. كنت دخلت المعسكر مغلق مع الفريق، كنت مشغول بزاف بزاف. هذا هو مربط الفرس، الشغل كان مشغول بزاف، ماشي مشكل. المرض ديال باباك والخدمة هي شي حوايج مهمين بطبيعة الحال. كانت كتقولها ببرود، اقتنعت انها مخصهاش تعاتبو، حتى انها ما كتملكش عليه حق العتاب. وكانت في شي منزلة تسمح ليها، كان ممكن انها تعاتب علاش نساها شهر. وبما انه نساها شهر عرفات القدر ديالها عنده، قدرها محدود، قدر محدود، يعني ما عندهاش الحق انها تعاتبه. ماشي مشكل. علاش متاكده؟ واش انتي مازال كعياليه؟ شحال صعيب الكذوب باش تحمي الكبرياء ديالها، ولكن خاصة دير هادشي، خاصة تبين انها بخير من ناحيته هو، ولو انها كتحس بلا قلبها كيتفرتك من الداخل. إيمان كانت سكتات لمدة طويلة. نعم. كان داك النداء ديالو رقيق عفوي، صوتك مختلف، كنحس بصوتك مختلف. لا غير معاك تناسة، قالها بلهجة اللي في قد داك الحنين الداخلة. كنتي ناسة؟ حسيت بصوتك حنين في المرة الأولى، شحال توحشات تسمع صوتو. كمل هضرتو، سمحي لي حيت فيقتك. سمحي لي حيت فيقتك. بدات كتسمع ليه، كتحبس ديك البكية فيها، كرامتها وكبريائها. حاولت انها تصمد اكثر، حتى سمعت زياد كيقول كنحس بلا وليتي بعيدة عليا بزاف. تمسمات ايمان بلهجة حاولت تبين هكا بلا ما كتهدر داك العتاب، ماشي بعيدة، ولكن خصني ندير راسي في البلاصة اللي درتيني فيها انت. عافاك عافاك ايمان، ما تهدريش هكا، عارف بلا غلطت، ولكن راه ما غاديش نتحمل كسر هكا من هاد البرود. بركة قد ديك القشرة الخارجية اللي كانت كتغلب بها صوتها، كتزعزع مشاعرها وأفكارها وخانوها. نسيرك خذلتيني يا زياد. شدت لسانها بزز وهي ندمات على الكلمة اللي خرجت، ندمات ومصدقاش أنها نطقاتها. فين هما داك الصبر ديالها وداك الثبات والتحمل والنسيان؟ بداو دموعها كيسيلو. سكت زياد شوية ورجع تكلم. خذلتك؟ لا 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 ما تقوليش هكا، ميمكنش ليا نديرها، سمحي ليا. عافاك جاوبيني ايما. كان صوت ديال البكا ديالها باين مهما حاولت انها تخفض منه، ولكن كان باين وواضح. واش كتبكي ايمان؟ عافاك بركة من البكا، سمحي ليا. حاولت تمالك نفسها اكثر، ما كانش قادراش. كيفاش بقدرت تسيطر على نفسها بهذا الشكل؟ هذا ما خصش بيلي هذاك الضعف هكا ويحس بلا تعلقات بيه حتى لهاد الدرجه. ايمان عافاك، راه فسقتك بزاف، كنت خايف من هاد اللحظه ديال العتاب ديالك. عافاك، راه ايام وانا كنحاول نتصل وكنتردد. ديك الايام اللي شغلاتني على التليفون كانت بزاف، المرض ديال الوالد ومشاكل في النادي، ما كانش عندي الوقت حتى باش نتصل بك. المزاج ديالي كان ماشي هو هذاك. عافاك ما بغيتش نهضر معاك وانا هكاك. بحال كيقرا الافكار ديالها، كيجاوب على كاع الاسئله اللي في عقلها، كيحيد داك الحجج. حاولت انها تهدر راسها في الوقت. وكمل زياد، فسقتك بزاف، راه مشيت انا مشوش عليك، مشيت بالنصف ديال التركيز ديالي اللي مولف. انا ما عرفتش شنو نعطيو القراسي، جالس حدا كنهضروا ندوزو مع بعضنا الوقت كيف ما دوزناه. انا راه
كنحس بالغربه بسبب الجو والشوارع الناس، بحال نسيت كل شيء لهنا. بحال بقيت معك سنين وما رجعت حسيت بالغربه والوحده. كتسمع لي كتحس بديك ايمان اللي كانت قبل شهر، ديك البنت اللي تعلقات به اللي كتصدق الهضره ديالو، نفس المشاعر القديمه جالسه كتحاول تعمر الذاكره ديالها. مش ما غاديش نسمع صوتك. مسحاتها كنيفه بمنديل وقالت هي كتحاول ان يكون صوتها طبيعي من بعد داك البكا. شنو بغيتي تسمع؟ ايوا مزيان اللي وقفتي على البكا، هادي هي البنوسه ديالي اللي بعقلها. غادي نجيب لك شويه شوكولا مازال مره اخرى. كتحس بالوجع ديال الاحمر وكيضرب معاها بديك الطريقه بحال بنيته صغيره كيسكتها بالشوكولا. تسمعت رغم عنها ملي سمعته كيكمل. واش كاين شي حد بعقلو كيبكي على خبز زياد؟ زياد المغرور الكذاب، ياك هادشي اللي قلتي عليا في الغيبه ديالي ياك؟ هادي هي الاوصاف اللي وصلتيني بها. كان الدهشة كتملاها في كل جمله، كيحسسها بحال كيقرا الافكار ديالها. بسببك وصفتك فعلا بكاع ديك الاوصاف، اي وصف خايب يخطر في بالك وصفتك بيه. لسانك طويل، شي نهار نقطع لك داك اللسان. ما بقاش فيك الحال حيت قلت فيك كاع الكلمات الخايبين. نو نو، شكون هاد الحماقه اللي قالها لك؟ بالعكس كنت كنحس بلا كل كلمه قلتيها من فمك فقط ماشي من قلبك. ياك بالعكس كنت كنحس انا بكل كلمه سمعت ديك الضحكه ديالو ساخره. في البدايه كنت مندهشه هكا وكاهيه، ولكن مع الوقت ملي كيدوز صافي بديت كنساك. تبدل داك العناح والمزاح فجاه ملي سمعتو كيقول بجديه بصح. واش كترجف بصح؟ شنو فعلا كنتي قدرتي تنسيني بعد شهر واحد فقط؟ نسيتيني؟ حسيت براسها كتدخل في المصيده. النفي محرج كيزيد الغرور، والايجابيه شي حاجه اللي جرحاته وحرجاته. علاش برايك شحال ديال الوقت خاصني باش نسى 3 ايام؟ خليك من الراي ديالي، انا كنسول على الراي ديالك انت. انا ما غاديش نجاوبك صافي، داكشي اللي درتي معايا راه كافي. من الاساس ما غاديش نسمح لك. لا كنظن بلي سمحتي ليا، كون ما بكيتيش كنت غادي نسيق بلا راك بارده من جهتي وما كاينش داك الجفاء، ولكن البكا ديالك طمني على كل شيء. ياك عجبك الحال لاني بكيت، ولكن باش نطمنك اكثر انا ما بكيتش على انا بكيت على راسي، على الاندفاع ديالي وقله الخبره. بكيت حتى سيختك تسمسم زياد، انا وانتي واحد. شكون اللي قالها لك هادي؟ انا وانت زوج بصح، كنت كنظن بلا واحد معايا. ماشي عليا، ماشي بالضروري باش نتحمل ديك الظنون ديالك. صافي راه جا واحد الانسان خطبني فهاد الفتره اللي ما كنتش فيها نقدر نرتبط. ما عرفتش كيفاش شقالتها، بحال بغات تبرر شي حاجه، بحال بغات تحدد، بحال بغات تستفزو. فلتت من هذيك الكلمات بدون ما توعى شنو نطقات ولا ما تفكر في العواقب. شنو هو ديك اللهجه ديالو الجديه؟ خبراتها انها ما كانش عليها انها تنطقها. نوبات الافكار بسرعه على عقلها. شنو اللي قالتو؟ علاش قالتها؟ واش غادي يظن اشنو انها بحال بدات كتساومو؟ شكون هو هذا؟ واش كتعرفيه؟ ما عرفتش شنو غادي تقول. لا راك ما كتعرفوش انت. شكون هو عادل؟ لا بطبيعه الحال راه قلت لك بلا هو غادي يرتبط بواحد البنت خدامه معانا. تعجبات من انه ذكر الاسم ديالو ولكن قطع افكارها. اذا شكون هو؟ عافاك جاوبي من المقدمات. ما عرفتش شنو غادي تقول لي، بقات ساكته حتى عاود نطق. يا واد دائما عافاك، فين هو لسانك؟ مشى دابا. بالرغم من داك الغضب ديالو واهتمامه بديك اللهفه، حساس بعد اللذة رغم الاحراج اللي حساس به، بحال كيفرض الوصايه ديالو عليه بهذا الشكل هذا. ايمان علاش خايفه من الجواب؟ غير جاوبي ما تخافيش. وعلاش غادي نخاف؟ فقدات الهدوء ديالها بسبب ديك الطريقه ديالو. مادام هذا الشيء ما كيهموش حتى لهذا الحد صافي. تعاود لي شنو كاين؟ سميتو هشام، خدام مهندس في هندسة 28 عام، ولد عمتي. حنا كبرنا بزوج وديما كيجي عندنا. في الاونه الاخيره تفاجات بالطلب ديالو. صحيتي دابا؟ بقات كتسنى الجواب ديالو، حارب باش يحس يلقى التفاصيل. ومني قالت ليه التفاصيل التزم الصمت، حتى تكلم بلهجه متضمره. كيجيكم العائله وكيجي عندكم بزاف في الواقع؟ هادشي اللي كاين. اختلف الحوار تماما عن المقبل. بدا التوتر حسات بيه هكا بحال توتر، مابقاش عارف شنو غادي يقول. شنو قلتي باش جاوبتي؟ اي بنت في بلاصه غادي تقول الحقيقه، كانت غتقولها لي ولكن ما عرفاش شنو غادي دير. خديت وقت باش نفكر. اليوم قررت انني نرفض.
على غير ما توقعات، ما حسيتش بيه ارتاح مع الاجابه ديالها. بقى الصوت ديالو كيف ما كان متوتر. علاش هادشي كان غيحتاج منك تفكير؟ غمضات عينيها وزفرات بضيق. شنو باغي منها؟ علاش هو مطلب هكا اكثر من القياس؟ طبيعه الحال كان خاصني يتفكر. يعني نسيتيني بسرعه. فتحات فمها مدهولة من طريقة ربطهم الأشياء. هو ما عطاتها شي حاجة، اختفى هكا وجاي دابا كيحاسبها. كيحاسبها حتى على أبسط الحوايج، كيحاسبها علاش أنها مخبراتوش على قضية هشام. هو ما كانش أصلا زياد. الهضرة هكا بهاد الطريقة راه سخيفة، عافاك بركة من الهضرة في هاد الموضوع. واخا عندك الحق، يلا تصبحي على خير. هو اللي غادي يسد الخط؟ واش هو اللي غيوقف الكلام بيناتهم؟ قاطعته بسرعة. شنو وقع باش تسد الخط؟ يلا غادي نخليك تنسي. كانت غادي تنزل واحد الدمعه من عينيها. ما توقعتش انه ينهي المكالمه بهذا الشكل وبهذه الطريقه. هذه كانوا كيهضروا عادي حتى جبد هذا الموضوع. شنو اللي وقع؟ واش خصها تدفع الثمن ديال التصرع ديالها؟ ولكن تفيقتيني بالفعل، راني فقت صافي. رجعي نسي. بين لي اني مصممه لانه يسد الخط. واخا قالتها باستسلام. سكت. عاود فجاه. واش عارفه كيما انتي مصدر البهجه نفس الوقت مصدر الالم. كانت الكلمات ديالو كبر من القدره ديالها على الاستيعاب. هاد المره واش تفرح ولا تغضب؟ ما عرفتش. مازال كنحاول نفهمك، كنحاول نستوعبك، كنحاول نسيطر على داك التاثير ديالك عليا. شنو اللي وقع لكل هادشي؟ لكاع هادشي زياد ما فهمتش مالك. كمل بحال ما سمعاش شنو قالت في البدايه ديال لابيل. كنتي كاعية حزينه ودابا وليت انا اللي حزين وكاعي بحال بغيتي تنتقمي مني. صافي اللي بغيت نقول لك بلا برافو، نجحتي في انك ديريها، انتقمتي مني. قلبها بدا كيتزعزع بلاصتو ملي كتسمع الاعتراف هذا بكل بساطه. اي رجل عرفات ولا سمعت عليه في محيطه كان كيكون ماهر في الاخفاء ديال المشاعر ديالو. الا هذا اي رجل شرقي ما كيبغيش يعترف بالضعف ديالو ولا الغضب ديالو والهزيمه. ولكن زياد بين انه محسوم ما محسوبش على هذا النوع هذا شي من الرجال الشرقيين. فعلا هو من الغرب. داكشي علاش كان كيامن بلي الرجل عنده مشاعر وعاطفه وقلب، ماشي من العيب انه يبينهم ويعبر على داكشي اللي كيجول في الخاطر ديالو. اللحظه بحال بقى فيها زياد عرفتو وتسالى هادشي. صافي علاش كتضايقتي هكا لهاد الحد؟ عرفتي على قبلي؟ شنو كتقصد؟ عرفتي على قبلي ما غاديش تحتاجي انك تفكري وتردي. راجعي نفسك واكتشفي السبب اللي خلاك ترفضي. زياد هاد الامر هذا ماشي بهذه البساطه. ايمان عافاك، عيان، عندي تمارين صباح بكري ومباراه بعد غدا. انا ماشي بحاجه التمرين ديالك باش تغلق الخط زياد. راك ديجا غبرتي شهر وبكل بساطه رجع كتهضر دابا. ماشي بالضروري انك تعلمني بلي غتنهي المكالمه، ما تحتاجش للتمرين. اللي سمعتو كيصفر عرفات انها بحال كدير النار على مزيد من الوقود. ولكن الغضب بحال العمى في ديك اللحظه. شنو غادي دير؟ ما عرفاش اشنو. ما قالش لها بالله كتعجبو بلا كيبغيها وهي كتسنى وكتصبر راسها. فعلا انا حر، كنكون ديما حر. كانت لديك الجمله ديالو وقع سيء على الاذان ديالها. غيبقى حر بمعنى شنو المعنى ديالها؟ مباراة سعيده. قالتها باش تبدل الموضوع وتنهي المكالمه. ما كنظنش انها غتكون هكاك رغم كل الغضب ديالها. عافاك، لا ما تخليش حاجه تاثر على المستوى ديالك. واش كيهمك الامر ديالي؟ قال سبحانه طبيعه الحال. عافاك، كن مزيان على قبلي، غادي نتفرج فيك لحظه بلحظه. ما عرفتش كنحس براسي وصلت لواحد المرحله ديال الغضب كبيره بزاف اليوم. ياك ما حسيتش بالسعاده على الاطلاق؟ في الاول حزن وفي النهايه ضيق، ربما في المنتصف كان شويه ديال البهجه. قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغادي الرجيم وغادي يحيد داك الغضب اللي حسيتي بيه. عافاك، بلا ما تسد حتى تهدد غتلقى داك الامر ابسط من هذا الشيء. ايمان، هذا الامر ماشي بهذه البساطه. ملي كتقولي لي ان قطع الجمله ديالو صفر، واش غادي نرجعو نفتحو هذا الموضوع مره اخرى؟ لا لا، ماشي مهم نعاودو نفتحوه. يلا سر نعس وكون مستعد لغدا للتمرين. يلا تصبحي على خير. غادي نحاول نأجل الأمر سن بعد المباراة وبعدها قاطعاتو. تصبح على خير زياد، ماشي من أهلو. غلق الخط. بقات كتأمل الشاشة ديال التليفون بحالا كتفيق من حلم طويل. شافت الوقت ومصدقاش عينيها. هضرو هاد الوقت كامل. ابتسمات، تحولات للضحك رغم نهاية المكالمة اللي كانت عصبية بالنسبة ليهم بزوج. كتستوعب واش زياد رجع لحياتها من جديد، لبرنامجها اليومي والليلي. أرجع
كانت واحد الفرحة كبيرة في قلبها. ديك العودة ديالو كيطغى على كل الهتاف والغضب اللي تبادلو، وحل حياتها اللي كانت دابلة رجعت لذاك الانتعاشة ديالها من جديد، رجع لها طعم الحياة. نط من الفراشة بنشاط وهي كتجلب ورقة وقلم، باغا تكتب، عندها احساس انها باغا تكتب، تكتب مشاعرها افكارها. داز وقت طويل على داك النهار، هاد النهار كيستحق انها تكتب، حتى بقات كتكتب حتى طلع النهار. كتذكر كل حاجة قالها وكتبتسم، حتى الكلمات ديالهم الصارخة كانت مصدر سعادة بالنسبة لها. في الحب لابد أن تتوقف كل حين وسط كل الخالفات، وتحمد الله وتشكره، وأنت تقول لنفسك المهم أنه موجود، المهم أنه موجود. دخلت للنت وفتحت الصور ديالو، اختارت وحدة أقرب وحدة لي الهيئة ديالو ملي تلاقاتو. صورة ما كاينش في الملعب ولا احتفال، صورة طبيعية للغاية. نزلاتها، من حقها أنها تنزلها، تحت ما غادي يشك بها، تحت. نحسنت وهي كتشوف الصورة ديالو، هي عارفة أن الباقي لها على موعد، بقى لها ساعتين على الخدمة ديالها، ولكن ما كيهمش. الحديث معه ب10 آلاف ساعة من النوم. جلست قدام التلفازة، كانت على موعد مع حبيبها غادي تشوفه. تفكرت المباراة اللي كان شافت لي لأول مرة. ما أعجب الأيام حين تدور وتتبدل أماكننا. جلست هي أقرب وحدة فيهم التلفازة، كلهم موراها، حتى واحد ما عارف الملامح ديال وجهها، وكانت متعمدة أنها دير هكاك أنها تحت ما كيشوف فيها. عاطيهم الظهر، ظهر عاطيهم بيه، كتضحك وعينيها كيضحكوا بالفرحة وهي كتشوفو. شحال هو وسيم، وسيم في عينيها بزاف. هذا هو الإنسان اللي داز هذا شهر هي كتحاول تحقد عليه وتكرهو. بدات المباراة، ما عارفاش هي حتى التفاصيل ديال اللعب كيفاش كتكونو، كلشي الأنظار عليه. وعرفت الرقم ديال القميص ديالو أنه رقم 10. العظماء فقط يحبون هذا الرقم، حين لا تكون الكره معه تبحث عنه بعينيها في أرجاء الشاشة، ربما وقعت عيناها على الكره نادرا، كتشوف فيه، متبع المباراة، حتى لقات راسها كتغوت. لا زياد، يلا 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 زياد. تأملها سامعيه بدهشة، شوية تحولوا لضحكات، حتى قالت الأب ديالهم حيدي رجعي من قدام الشاشة إيمان. ضاعت الفرصة وصفق بيده بحال كيعتذر، وجلست إيمان كلها ترقب، بغاتو يربح، بغاتو يتألق وينجح، بغاتو يكون أفضل شخص في العالم. الحب وهذا شعور مدهش، أنك تلقى ذاتك كدوب في ذاك الإنسان اللي كتبغي، وكتلاشى أنت وأمانيك ومصالحك. في الهجمة التالية كان زميل زياد هو المسيطر على الكرة، ولكن وقفات كتغوت ثاني، رجعت ثاني جلست وهي كتحاول أنها تكون مهدنة أكثر. يلا زياد يلا زياد، حتى غوتات سمية، بنتي انتي مالك دايرة هاد الحالة، راه الكرة ما عندوش هو مع الاخر، انتي كتغوتي زياد زياد. ما عرفاتش كيف شوية وغادي غادي تفضح راسها قدامهم. كيفاش عند مي، انا عارفة ما عندوش الكرة، انا كنقول ليه سير سير هكا باش ياخدها. بدات كضحك مي، ولينا خبراء على لا في الكرة من امتى حبيبة. حتى قطعهم الاخ بيتر، يلا 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 عطيه وخد، يلا يلا يلا. ايمان كتشوف في شاشة وفي مي شوية زياد وداك الزميل ديالو بداو كيتبادلو الكرة ويسجل زميل ديالو هدف. نهاية، غوتات ايمان بس كتصفق، برافو زياد برافو مي، راه ماشي هو اللي ماركا ايمان، ولكن زياد اللي عطاها لي. حسن دخل الاب، ايوا ايمان عندها الحق، كون ما كان زياد ما كانش جون غادي ماركي. غوتات ايمان كتحس بالسعادة، الحمد لله من الماتش غادي هكا بصورة جيدة، مغاديش يتأثر بداكشي اللي وقع البارح. جلسات مأمنة وواثقة، من حقها تهتم وتغوت هكا وتعبر بجنون، هي في امان تام، تحت ما غادي توقع شي حاجه اللي مدرقاه، هي في امان من اي شك منهم. مهما تحمست لزياد، تحت ما يتخيل انها كتعرفو شخصيا وكتبغي هكا حصريا. هي بنفسها ما زالت ما متيقاش هذا الشيء. جلسات في الخدمه كتحاول انها ما تشردش فيه، ما عارفاش شنو غادي يبقى من بعد. كانت مع ريهام كتسول على هادي، نتا وصلتها ميساج قراتو، كان منه ولا يديها كيرتاحشو. كاتب ليها انتي مغرورة، ما عرفاتش شنو قصد بها بزز، باش كملات الكلام ديالها مع ريهام هكا وتسلات غادا راجعة للمكتب ديالها. كتعاود تقطعها مرة وجوج، كيفاش قطع هو كاهي وخسافة دابا ورجع كيتهم بالغرور؟ لا هي الغرور هكا كيتكلم، واش جاوبو واش ترد عليه؟ لا لا بطبيعة الحال ما غديرهاش. هي كتعامل معاه بمبدأ عين في الجنة وعين في النار، جريئة مرة وخائفة مرة، كدير قواعد اللي ما تقدرش تخترقها، كترجع كتبدا من جديد، كيهزمها الضعف والحنين وكترجع وكتجاوب. ولكن باش يوصل الامر انها ترسل له رسالة للتليفون ديالو، شدات راسها بين كفوفها وهي كتفكر بغضب.
علاش كتعامل معاه كأنه قدر هكا يتفلى عليها شي يوم من الأيام؟ واش كانت كتثق بيه أو ما كانش كتثق بيه؟ واخا ما كانش كتعرفو وتقات بيه ومشات معاه، دابا شنو اللي كيخوفها منه؟ ما عرفاش، حسات بواحد الإحساس بالتعاسة. في النهاية ما غاديش تجاوب، فقدته اه مهما كانت الكلام ديالهم هكاك بطريقة عاصفة، ولكن بالنسبة لها كيمثل داك الينبوع ديال المياه الباردة في الصحراء ديال حياتها القاحلة. اعتصرت قلبها قبضة باردة من الألم والحيرة واللهفة والتناقض. ملي عرفاتو غزا هداك التناقض، لبسات التليفون اللي كيصوني، شافت في ليكخون هو بأصابع مرسى جيفة، شدات التليفون كتحس بالشوق لتسمعها أنها تسمع صوته، في نفس الوقت خايفة أنها تجاوبو. فصحات بسرعة بحال أنها مبغات دير نفسها قدام ديك الدوامة ديال الأمر الواقع. قلت لك مغرورة، كان الصوت ديالو متهكم بارد، كاين باب أنه مازال كاين منها والله يسمح ليك. جاوبته تلقائيا بهذا الرد المتسامح البسيط القادم من ذكريات الطفولة. شنو هو؟ مزيان، بنت طيوبة، واش كيسخر منها؟ جاوبته ببساطة، طيبة ولا مغرورة؟ خصك تستقر على رأي واحد بزوج بهم. واش بغيت نعرف علاش قلتي مغرورة؟ قالت هي كتحاول انها تكون هادئة، حيت ما فكرتيش انك تتصلي بيا ولا تصيفط ليا ميساج، ما فكرتيش انك تصلحي داكشي اللي فسيتيه. فتحات فمها مذهولة وهي كتفكر واش فعلا كان خصها تتصل ولا ترسل ليه ميساج. كلمات بعقلانية، علاش غنتصل؟ قلت لك من قبل توقعتك غتصلي. لا لا صعيبة، علاش؟ زياد راه كنت هو الرجل، عارفه اذا كنت، حيت انت الرجل، انت اللي كتحدد واش كنتي غادي تستمر او لا، انت واش غتهتم بيا او لا، انت اللي غتنهي هادشي او لا. شنو هاد الخضوع هذا؟ ماشي خضوع انما كبرياء وتعقل. حنا مازالين في بداية، كان الاختبار الاول انك تذكرني بعد السفر ديالك، ولكن لا ما تفكرتينيش، تبتي لي ان دوك 3 ايام يقدر يكونوا غير تفليات. شنو غادي نقول لك؟ انك سقطتي في الاختبار الاول. عافاك ايمان، ما تعاوديش ثاني تجبد هذا الموضوع. واخا ما غاديش نجبدو، رجعتي من بعد شهر بعد مكالمه واحده كتسقى مني اني نبادر انا ونتصل بك. شنو هاد النيديه؟ واش ما تقدريش تاخدي هاد الخطوه على قبلي؟ للاسف الامر ماشي بهاد الشكل هذا. كتهضري معايا بحال حنا بزوج من كوائب مختلفين، تقريبا هادشي اللي كاين. لفهما الصمت، كل واحد فيهم كيحاول يفتح عيني على الحقائق ديال الاختلاف ديالهم على البعض. المفروض بالرغم انك كبرتي في فرنسا انك تعرف شي حاجه من العادات والتقاليد ديالنا وانك تقتنع بها، ولكن ما قدرتش نستوعب هادشي اللي كتقولي. انا منفصل تماما عن المحيط ديالنا هكا، انا كبرت في فرنسا. بقى الصمت بيناتهم هكا مطولا، واش فهمها؟ واش اخيرا بدا يفهم اشنو بغات تقصد؟ ما تعودش اني نهضر مع شي بنت هكا كتكون بحال المعلمه ديالي غير كتطبخ فيا. عبسات ملامحها وهي كتسمع التذمر ديالو، علاش الحوارات ديالهم ديما بهذا الجذب والدفع؟ كانت مرحله متقدمه، ما خصش يوقع هادشي، مازال مبكر الوقت على هاد النكد هذا. فين هما الثمار ديال الحب والمتعه ديالو؟ علاش كتجني هي غير الاشواك؟ فقدت الاعصاب ديالها؟ هذا هو الراي ديالك؟ هادشي اللي عندك؟ هادشي اللي استوعبتي من هضرتي؟ الا كان الكلام ديالي قاسي هكا عليك، كتحسسني انك كتحبط لي الامل ديالي. انا وانتي شنو؟ في لحظه فلتات الاعصاب ديالها، ما اضطرتش انها تحمل كاع هادشي هذا. صافي عييت، تبارك عييت. نادت سدات الباب ديال المكتب ديالها وسمعته كيقول عافاك بلا ما تغوتي. بدات كتبكي هكا، ما بغاتوش تسمع البكاء ديالها، ولكن ما قدراش انها تبقى ساكته، خايفه تفقدو. بغات تسد الخط ولكن خايفه انها تفقدو، ما يعاودش يرجع يتصل. حطات التليفون فوق هذاك المكتب ديالها وفتحات المكبر ديال الصوت حتى كتسمعو نطق هكاك. بعد ما التزم الصمت مطولا، تسدني يا ايمان، غادي نغلق دابا الخط وغادي نرجع نتصل من بعد، تنكونو تسدنا شويه. بحال كيحاور نفسه، غلق الخط. شنو هادشي اللي وقع؟ عاوتاني هكا مشاده بيناتهم. خرجات ايمان من العمل ديالها مباشره، مشات للغرفه ديالها، بغات تنعس، بغات ترتاح، كتحس بالالم في راسها، باغي غير تبقى هكاك بوحدها. نعسات هكاك، كتلجا لداك النوم باش يخف داك الاضطراب ديال قلبها. الليل كامل وهي كتقفز، كل مره كتسنى انه غادي يتصل، كل مره كتشوف ليكرون حتى سمعات التليفون ديالها كيصوني. شافت في ليكرون كانت ديك الساعه 2 نفس تقريبا التوقيت اللي اتصل فيه. بدات كتلتقط داك الانفاس ديالها، تسناتو
حتى توقف عبسات بالياس وهي كتندم علاش ما جاوباتش بسرعه. عاود صونا المره الثانيه فسحات الخط هكاك بلهفه وشوق فيقتك بالهاي الطريقه وهي كتسمع النبره ديالو الهاديه. حسس هكا بالفرحه في قلبها، حاولت تحكم في نبرات صوتها. لا ما كنتش ناعسه، ممكن نبداو من جديد بلا ما نشوف في داكشي اللي فات. واخا كيبان لي هذا هو الحل المنطقي. شنو قلتي؟ ها واخا ماشي مشكل صافا كي راه كايمه مزيانه. سمعت الدقات ديال القلب هكا وصلوا حتى لعندها ملي نطق الاسم ديالها بهذا الشكل. الحمد لله كنحاول اني نكون مزيانه. ونسى انا بخير، مادمتي انت بخير. مجامله لطيفه منك. شكرا، ماشي مجامله. اخر حاجه كنتمنى هي انني نكون سبب في الحزن ديالك او حتى في داك البكاء ديالك. كانت الهضره ديالو لطيفه على عكس الكلام ديالو الوقت اللي كانت في الخدمه. واش انبو ضميرو على انه بكاها في المكالمه؟ ما عرفاتش ترددات. شكرا عاوتاني. وشنو بغيتي نقول؟ ما عرفتش. ما تشكرينش على المشاعر، ما تشكرينش على شي حوايج اللي ما كتستحق الشكر. فكراس ايمان، شنو الحوايج المفقوده اللي ما ممكن تقال على الغيبه ديالو قبل المكالمه ديالو الاولى؟ بالمناسبه شكرا على داك الشيء اللي خليتي ليا في الفندق. مازال مفكره، ما نسيتش. بقات كتكلم وكيسمع لها. علاش ما كتهضرش؟ كنبغي نسمعك وانت كتهضري. كان هذا الموقف اكثر احراج لها من انهم يتخاصموا ولا يتناقروا. تعجبت من الفكره ديال الربط بيني وبين نفرتيتي، ولكن التمثال كان غزال وحتى الشوكولا فرحت بها بزاف. بدات كتقلب على الكلمات اللي تكمل بها كلامها حتى كتنطق زياد. داز عندي ديك الليله كحله. داك الوقت اللي بقيت كنتسناك تدخلي الغرفه ديالك داز عليا صعيب. كنشوفك هكاك كتختفي، فكرت اني نتصل بك وتراجعت خفت من برصتك. فكرت اني نفيقك الصباح ولكن ما قدرتش، كانت فكره صعيبه اني نفيقك مع 5 الصباح. ما قدرتش. رجعت بذاكرتها وهي كتحس انها كتسكر هذاك النهار، النهار اللي سافر فيه مع رجعت شافته فيه. رجعت سولاتو عاودي شنو وقع في داك الشهر بالتفصيل اللي سافرتي فيه. ملي وصلت لقيت بابا مريض وما كيسكنش معايا، هو ساكن بوحدو. في اليوم في المطار مشيت عنده مباشرة، لقيته في الفراش ومعاه السيدة اللي كتعتني به. بقى فيا علاش هو كان مخبي عليك المرض ديالو؟ كان قال لي والو، خافني نقطع الإجازة ديالي، بالذات هو اللي قضاني بيها. علاش؟ سكت شوية عاود جاوب، حيت شافني مضغوط بزاف مع الخدمة وهذا، هو اللي يطلب مني أني نمشي في كونجي هكا نرتاح. إيوا الحمد لله أنه دابا بخير، باين أنك كتبغيه بزاف. بيان سور راه بابا هذاك. بغات تغير الموضوع، كرهات أنها تشوفو هكا متأثر. علاش كنتي رجعتي؟ واش قررتي أنك تجي هكا سياحة ولا شنو؟ كانت هذه الرغبه ديالو هو اللي طلبها مني. رجع سولها كيفاش عرفاتو. راه قلت لك من قبل اختي مي، هي اللي كانت قالت ليه لك اول مره. بدات كتضحك ايمان وهي كتفكر داك النهار. تخيلت انها غادي تكون دابا كتهضر مع زياد. فواحد النهار كانت جابت شي مجلات هكا وخديت وحده منهم، تكتب ليا الصوره ديالك. مبغاش تقول لي التفاصيل بلا هكا حسس بلا الصوره ديالو جدباتها ولا اختصرت ليه. حتى سولا بلهجه مراوغه شنو لقيتي فيها؟ والو غير معلومات قليله. ونفس داك النهار شفت واحد المباراه ديالك، نص مباراه كما قلتي. بدات كضحك ايمان. مازال نفكر، ما نسيت تحرف من داكشي اللي قلتي، ما غاديش ننساه. بدا القلب ديالها كيرقص عاوتاني من الفرح. هادشي اللي وقع دازو اسابيع وجا المؤتمر، وديك الساعه شفتك هكاك صدفه وجيت سولتك. تمتم زياد هو كيقلد اللهجه ديالها بصوت رفيع. اسمح لي، واش نتا علي زياد الدين زياد؟ بدات كضحك ايمان ورجعات غضبات. ما بغاتش انه هكا يقلدها بهاد الطريقه هادي. غلظت صوتها بحال كتقلدو وقالت بسخريه شنو الا كنت انا. لا ما قلتش هكذا ايمان، قلتيها بحال هكا من ديك العجرفه ديالك والغرور ديالك وقله الذوق هكاك. واش هكا قلتها بصح؟ نيت بقاو كيهضروا وبقى كيفكرها زياد ديك اللحظات اللي جات عنده بحال جايه بعد الدار مع شي حد، وكيفاش عجباتو في هذيك العدائيه اللي بانت في وجهها على عين العاده ديال البنات اللي كيجيو عنده. كيفاش من بعد ما داز المؤتمر فاش دخل عندها هكا وبرصتها، كيفاش جايه عنده كيحسبها بحال شي وحده جايه باغا تضربو ولا شنو، ولا هز داك الحزام الناسي باغا تفجرو. وايمان كتموت هكا بالضحك، حتى خاولة حافت انها تفيق ميلي ناسا في السرير اللي حداها.
كنت كتضحك وكتحرك فوق السرير كتحاول تكتم ضحكاتها. ايمان ايمان حرام عليك ضحكتيني غنفيق كل شيء. ولا فاق شنو غادي يوقع، حفك حفك متبقاش تضحكني. بدات كتبان كنفسها هكذا، قال بلغجة مغايرة تماما. ايوا مزيان اني قدرت اني نضحكك هكا، عافاك ماشي ضحكتيني راك بكيتيني بالضحك. يوم مزيان حيت ديجا بكيتيني بصح، كان خصك تكفر على داك البكاء اللي بكيتيني هكا بعد الضحك. ايوا مزيان لالا. حتى نبقات ايمان كنكره المشاكل والصداع، ما كنخاف من دوك الاوقات الصعيبه، ما كنقدرش نتحملها، اعصابي ما كيتحملوهاش، قلبي ما كنحسش بيه كيقدر يتحملها. داكشي علاش كنبكي بزاف، حيت كنكرهها، كنكره اللي كيبكيني بزاف، حيت بحال لا كنحس انه كيتعمدها. واش كتقصدي اني انا بكيتك متعمد؟ لا لا ماشي عليك انت، واش عارفه انك ديك الانسان النقيه البريئه الطيبه واضحه بحال الشمس. بداو الوجه نتاعي ديالها عاوتاني كيحمروا، ولات بحال ديك المطيشه الحمراء. واش هو معجب بالروح ديالها ولا بطباعها؟ وتل دابا ما عارفاش اشنو كيعجبو فيها بالضبط، ومتاكداش حتى انها واش كتعجبو او لا. هادشي كله فيا انا، بنت على شفايفها ابتسامه ديال انثى فائزه، فائزه بمديح ديال الرجل ماشي اي رجل، اي مراه كتبغي الاطراء. مشاعر ديال النساء هكا كيفرحوا ملي كيسمعوا هكا المديح، كتكون نقطه ديال الضعف ديالهم. واش عارف انت دابا مختلف على داك الرجل اللي تكلم معايا قبيلات؟ واش عندك جوج شخصيات ولا شنو؟ بحال الشخصيه هذه مختلفه على قبيله. نو نو عندي ثلاثه. واش كتهضر بصح ولا كتفلى؟ واللي بغيتي اللي بغيتي فيها ونوريها لك، عندك مطلق الحريه اختاري. لا لا بصح كنسولك بصح، بعض المرات كتكون هكا بارد، بعض المرات كتكون دغيا كتعصب، ما عرفتش شنو رايك هاد المره ملي غنحس بلا غندو هكا كنتخاصمو ولا كنتعصبو غادي نقطع. شنو قلتي؟ بلا انذار. واخا اتفقنا، يلا نبدا سولي. غنسول انا وغادي تجاوب نتايا، ولكن زيد ما تغش. واخا عرفتي ايما سميتي ماشي زياد، زياد هو ربابة. ضحكات بخفة مش بصح ولا كتفلى؟ انا كنعرف غير زياد. بحال كتملص من المحاولة ديالو تغيير الموضوع. رجعوا للسؤال، علاش كنتي بداك السلوك وديك اللهجة قبيلة؟ واش عارفة شنو قلتي لي؟ راك عاودتي لي على راجل جا كيخطبك، انتي كتفكري وسعيدة وفرحانة بحال كتستفزيني بيه. ما كنتش سعيدة، ما حاولتش اني استفزك، قصتي درتيها. عرفتي شحال معنى انك استغرقتي وقت باش تفكري فداك اللي تقدم ليك، يعني فكرتي فيه. زياد انا راه بنت وعندي عائله وفتين ديال الزواج، الا تقدم ليا شي حد ضروري خصني نفكر شنو غادي ندير. ما نقدرش نمنع ان شي حد يتقدم ليا، ما نقدرش نرفض بدون اسباب واضحه. هشام راه بمقاييس ديال الاسره ديالي كان انسان مناسب بزاف ليا، شنو كان عليا اني ندير من غير اني نفكر؟ انت اختفيتي من حياتي، حسيت بان ما بيناتنا والو، وبلا كان حلم ومشى، ما كانش عندي شنو غادي ندير. واش ما وثقتش فيا؟ حتى لو وثقت فيك فان ولكن راك غبرتي وخليتيني. واش ما متاكداش مني؟ تمتمات في خفوت. هادشي اللي فكرت فيه ديك الساعات، انت راك اختفيتي هكا بحال الزئبق. انا ماشي كنبرر داكشي اللي درت، انا بالاصل ما حسيتش باني غلطت، كنشرح لي الموقف ديالي. صمت طويل منه وتنادات ايمان قلبها بغي يحترق بالانتظار. فجاه سمعت صوت ديال باب الحجره، قلبها كيحل الباب، فق قلبها بتوتر. هي كتحس بألم مفاجئ، خايفة، ما عارفاش واش هاد الشيء اللي كديرو صحيح. الحب زوين ولكن شو رأي ديال الأهل في هاد الشيء؟ واش البنت بالذات هكا عندها حق فيه؟ فتحات الباب ديال الحجرة ديالها ببطء، كتشو يشوف فيها بسكسات. ما كانش كتظن شي نهار انا ممكن انها تلصص هكا باش تتكلم مع الانسان اللي كتبغيه. حسيت بتأنيب الضمير في هاد اللحظة. ايمان ايمان على سكسي، كان كي هكا كيعيط بسميتها وهي ما كتجاوبوش، ما غاديش تجاوبو. رجع الاب ديال الحجره ديالو بعد ما شرب الماء من المطبخ، نفسات السعداء كان متوقع، حسس بالضيق والحزن. كان صوت زياد مازال على التليفون، ولا باهت شويه، باهت على تأنيب الضمير اكثر واكثر. ايما ايما حنا ما مخاصميش باش تغلقي عليا، عافاك ما ديريهاش. تمسمات بصوت مجروح، كنت غادي نقطعها زياد ولكن ما غاديش نديرها. نرجعوا لكلامنا، شنو كنا كنقولوا؟ كنت كنقول لك انه جا الدور ديالك، شفتي المباراه ديالي تفرجتي فيها؟ فيق السؤال ديالو داكشي اللي كانت فيه، ما صدقهاش شنو كيقول، كانوا كيهضروا في موضوع اخر تماما. تفرجت
قالتها بدون حماس: شنو رأيك، لعبت مزيان ولا لا؟ بقات كتهضر معاه، غير الموضوع، كتكلم معاه وكتشوف في مي. حسيت بتأنيب بالضمير، ما قالش لمي على اللقاء ديالها بزياد، وفي نفس الوقت ما قالش لها على الخطبة ديال هشام ليها. كانت خايفة انها تحسس من هذا الموضوع، بقات كتعاود على والو. هملاتها بزاف هاد الايام، عاودت سمعت الباب ديال الغرفه ديال الاب ديالها كتفتح، عاودت تحسس بتأنيب الضمير، حتى انها خلات زياد يقطع الهاتف قبل ما يكملوا كلامهم. مع قطع بدات كتبكي، هكا كتبكي كتبكي، تمنى لها تكمل ليلة سعيدة، ولكن الأمنية ما تحقاش. بقات بلاصة وكتبكي بأسى، تغلقات هكا الخط بسبب أن سمعت صوت ديال الباب ديال الغرفة ديال والديها كتفتح مرة أخرى. كان هذاك التكرار بحال تكرار الألم وتأنيب الضمير. حاولت إيمان في الأيام القليلة اللي بعد هاد الأيام أنها تحصل على العلاقة ديالها بمي، فتحوا الموضوع ديال هشام وفهمت أن عمرها ما كانت غتوافق عليه لسبب معين، مبغاش تدخل معاه بزاف التفاصيل. بداك مرة مرة هكا كيصون لها زياد، رجعوا كيتكلموا هكا في أوقات مختلفة. دازت تقريبا 4 أيام، كان عنده مباراة قريبة، طلبت منه أنه يحاول يسجل هدف في المباراة ويحسسها بداك الحماس. وجا وقت المباراة، كانت كتفرج هكا. في الأول صنعت البرود، ولكن شوية بدات كتنفاهل وكتهتم. ملي ماركا البيت الأول نات من بلاصتها نقزات، كتشوف فيها ماي بدهشة، فقد دهشة، ولكن ماشي تنبؤ بداكشي اللي كيوقع. هكا ميمكن شي حد يخطر بعقلو ولا بباله بالله، كتعرف زياد. وملي تصل بها من بعد كانت تحمس بزاف انه ماركة هذاك البيت على قبلها، حتى هي كانت فرحانه على قبله. حاولت تنزع الافكار ديالها الجديه اللي كتخليها انها كتحزن اكثر من صوتها وتفكيرها وهي معاه. كانش اليوم ملائم انها تسنى منه ذاك الحديث جدي، كان عيان مرهق منذ عده ايام وكيفكر ديك المباراه حتى سولها: باش حسيتي ملي ماركيت البيت؟ حسيت بحال انا اللي حققت شي حاجه كبيره، ما كنتش مهتم شي نهار بكره القدم، ولكن عرفتك تغير كل شيء. ماركيتو على قبلك، ضحكات بصح. ما عرفتش، ما كنتش متوقع ان ملي غيت ماركه هكا اللي بيت غنحس بحال هكاك. واش على المرات الاخرين على قبل من كنتي كتماركيهم؟ بقى كيضحك. شكرا يا ايمان. كتمر الايام، في ايام كيتصل بها في الليل، ايام لا في ليالي في ليالي لا. كاين ليالي اللي كتلجأ للتف ديال الكساب، كتسنى الاتصالات ديالو ولكن ما كتجيش، كتسمع منه عبارات منمقه، حديث حلو احيانا عاصف كيتسلب هكا بالعتاب الرقيق. بدا سمي العمل ديالها في احدى المستشفيات الحكوميه، هي كتحاول تنخرط في العمل ديالها الجديد والمهام ديالها وصعوباتها وصدمات باقيه. انها كتجنب انها تفكر في هشام اللي ولا الوجود ديالو في بيسا كذكريات قديمة، وشغلات نفسها على اللهفة بتعرف على زملاء جدد، وتقدم هذه الخطبة ريهام وفق أهلها بعد عناء. حفل الخطبة قريب وهي مازال كتنتظر ذاك النهار اللي غادي يجي اللي يعترف ليها بداك الشيء اللي كتمنى أن يعترف لها به، بلا كيبغيها أو على الأقل كيحس بشي إحساس اللي مختلف تجاهها. عواصف ديال الأفكار والاضطرابات اللي كتحس بهم، أحيانا كتحس بقلبي لا بدك التأنيب ولا حاد هكا مستمر، وكتحاول انها تسكتو بالحب ديالها ليه، ولات كتنتظر منه اي حديث او كلام على المستقبل ديالهم بزوج. الصبر ديالها بدا كينفد، واليوم بالضبط كانت مقرره انها تعطيه الفرصه الاخيره وربما المكالمه ديالو الاخيره. اذا خيب الامل ديالها انه يتكلم في الموضوع، صافي يمكن انها تستسلم، انها تبعد عليه بطريقه او باخرى. كتقنع نفسها انها اتخذت داك القرار الصحيح. بقات كتهضر معاه، كيتكلم في اي حاجه الا شي حاجه اللي كتخص علاقتهم. طول هاد الفتره عمره ما قال لها بالله كيبغيها، واش كيبغيها فعلا او لا عمره ما اعترف لها. هو داك الانسان الغربي المنفتح اللي ما عندوش مشكل او حرج في انه يبقى يهضر مع بنت هكا، هي كتحاول انها تخرج منه داك الانسان اللي ممكن انه يعترف بداك الشيء اللي في الداخل ديالو. هو داك الانسان اللي حاول انه يقبلها في ثاني يوم ديال المعرفه ديالهم، ودابا بعد عده شهور هكا ديال المعرفه كيستصعب ديك الكلمه ديال الحب. ما قالهاش، عمره ما قال لها. يمكن ان الحب عندهم مختلف. بدات عينها كيدمعوا، هي كتسائل كيفاش تحملت هذا الوقت كامل وهاد الشهور كامل على امل الانتظار. بغات تنطق تقولها لي وفي نفس الوقت ما قادراش، بغات تقول ليه ما غاديش نبقى نهضر معاك مره اخرى، ما تبقاش تتصل بيا ونساني بمره. كيفاش غتقولها لي؟ قلبها كيرجف ما مصدقهاش.
كتسمع لي وقلبها كيقول لي زياد تكلم في الموضوع المهم، بارك من هاد الترسارات. كتسنى ديك اللحظة الحاسمة متشبتة بآخر أمل بحال داك الغارق. زياد شنو الخطط ديالك القادمة للمستقبل؟ غنوافق على العرض الجديد ديال أكبر أندية فرنسا. أها، ومن بعد قال سايمان بحال كتعطيه فرصة أخرى، فرصة مخادية، هو ما عارفش المغزى الحقيقي ديال سؤالها. غادي يمشي للجنوب الأزرق، جداتي اللي غادي توقف الدوري. حلا ما كفهمش اشنو بغات تقول ليه. بينها وبين نفسها كتقول انا ماشي في المخطط ديالو مع الاسف، وبدات في البكاء الصامت بينما هو كيوصف لها ديك الايام القادمه. وانتي شنو غادي ديري؟ انا غادي نهس وغادي نهس بزاف. قالت وهي كتانيها محتاجه انها تهرب من حياتها بداك النوم، حتى بدا كيضحك كسوله. بطبيعه الحال وشفتك حتى دابا فيك النعاس بعد قطع الخط، بعد ما تمنى لها ليله سعيده ما فيهاش النعاس، ولكن كتحس بالفشل بالتشاؤم. صافي كل شيء سالا، ما كرهش غوت، ولكن غادي تفيق مي. شنو غادي دير دابا؟ كتحس بانعدام الوزن ديال البكاء ديال كل ليله، كان الحب لهنا غير معلومه. كل ما كيدوز عليها شي يوم كتوهم نفسها اني نشحات، ولكن الاختبار الحقيقي هو ملي غادي يتصل مرة أخرى أو لعدة مرات. شنو غادي دير؟ أيام دون اتصال، حتى جا اتصال ديالو كرر داك الرنين كيحطم أعصابه، ولكن تحملات وما جاوباتش. كل ليلتين أو ثلاثة كيتصل وما كتجاوبش، كتغلق التليفون ديالها لساعتين أو ثلاثة، كتبقى جالسة كتفكر، كتحس بشوية الذنب هكا، ربما مستوعبتش شنو كيوقع، ولكن كان خصو يعرف. هو راه اهانها بزاف داك الصمت والتكاسل ديالو، اهانها باعتبار داكشي اللي بيناتهم شي حاجه غير جديه هكاك، بحال غير كيدوز بها الوقت وصافي. بقات هكاك المده طويله حتى جاها اتصال منه. جات واحد الفكره يمكن تكون غبيه، علاش ما تجاوبش هاد المره وغتهضر معاه بالعربيه اللي ما كيفهم فيها هو حتى حرف؟ ايمان ايمان ايمان، وي شكون معايا؟ زياد عفاك. الو وي انا زياد. بقات كتهضر باللغه العربيه وعارفه انه ما كيفهمش منها. عفاك ما تعاودش تتصل بيا مره اخرى. ايمان راك عارفه اني زياد، علاش كتهضري هكا بالعربيه؟ دوي معايا. كملات ودموعها كينزلوا، ما كاين فايده من هاد الهضره هادي. ايمان عفاك، واش مبغاش الا ما بقيتيش باغا تعرفيني قوليها ليا بلا ما ديري هكا. بقات كتكلم بالعربيه وهو كيحاول اني يخليها تهضر معاه، حتى فواحد اللحظه هكا بدا كيعاير وكيغوت وقطع يمكن في لحظة واحدة. ما عرفتش واش كان كيعاير واش عايرة هي ولا كان كيعاير الحاض ولا شنو. تحجرت دموع عينها وهي كتفكر، داك العجز ديالو على انه يفهمها كتزيد كتبكي. شنو اللي دارتو؟ شنو استفدت الدم من هداك الرد ديالو ديال عليه بالعربية؟ علاش كان كيغوت هكاك؟ علاش عاير؟ علاش شنو اللي وقع دابا؟ قلتها كترتعجف وكتشهق وكتبكي. صافي تسالات القصة بيناتهم بهذا الشكل هذا بهذه النهاية. فقت مي على البكا ديالها، مقدرش انها تطرق حين شافتها. مشات كتجري جابت لها كاس الماء عطاتها تشرب وطلبت منها انها تسرح. من بعد الا بغات تقول لها مالها تعاود لها نحسات، كتحاول انها تنعس باش ما تبقاش تفكر. طفات الضوء وايمان كترجف، وداك الشريط ديال الذكريات ديالهم كيدوز قدام عينيها المغلقه قاصرا. كل ما حاولت انها تهرب كيبان لها بحال جالس قدامها كدوي معاه، مره على وجه ديك الابتسامه الفضول، مرة هكا كيبتسم بصمت. كل مرة كتبان لها حاجة كتفكر كل شيء. هذاك العدم المصارحة ديالو تفسير بدون ما يستوعب داك الصمت ديالو هو اللي وصل لهاد الشيء، هو اللي وصلها. العلاقة كانت كتأرقها من حيث كتحس بها كل الألغاز، كانت كتعتقد أنها غتبقى لفترة هكا، ولكن مقدرهاش، مبقاش قادرة أنها تصبر راسها أكثر وأنها تبقى هكا في داك الغموض. بس كتأكد الراسة بالله غيدوز فترة قصيرة وغادي ينسى كل شيء، غيلقى واحد أخرى هكا يتسلى بها ويدوز بها الوقت. المؤلم أن النهاية ماشي حزينة ولكن مهينة لها، مهينة لها بزاف. كانت جالسة هكا في البيت ديال الكلاس حتى عيطت لها مي. إيمان أجي جيت شوفي حبيبك في التلفزيون. شاف صيها هكا بنظرات بعيدة، شنو كتقصد؟ حتى كملات مي، زياد لعب ماتش جيت شوفي. كانت غير كضحك معاها، ما كانش عارفة أنه حبيبة بالفعل. يا لا سخرية. تما تغدا مي خارجة بدات كتشوف إيمان دموعها نازلين، مقدرش تشوفو. علاش غادي تشوفو؟ فساقدها سؤال شنو الجديد دابا؟ خاصها تحاول تكيف مع هاد الوضع الجديد. واخا مي كتحاول تخرجها من العزلة ديالها، أجي شوفي الماتش حنا كنتفرجو فيه هنا. يلا زيدي خلاص.
سمت غادة مي انفجرات بالضحك، مقدرتش إيمان أنها تخدلها فعلا، ابتسمة ظاهريا وقلبها كيدوز منها الدم، وخرجات بشوية مع مي وهي معرفاش أنها غادي تندم على هادشي من بعد. علاش كتعرض نفسها أنها تشوف مرة أخرى؟ علاش كتحيد ديك الشعلة اللي بدات كتطفى في الداخل ديالها هكا وكتنساها؟ دازت جوج الأسابيع على ديك المكالمة المشؤومة، ومن بعدها مبقاش حاول مرة أخرى أن يتصل بها. كان عندها أمل أنه يعاود يتصل، ولكن لا، ما عاودش اتصل. فجأة بان زيدها كمباشرة في الشاشة ديال التلفاز، كتشوف فيه، حسس بالحلق ديالها نجف، كيبان الوجه ديالو عابس، يبدا بدو كيرتعشو، قلبها بدا كيدق بعنف. زيرات على القبضة ديالها لا إراديا، حتى نطقات مي. أوف زياد اليوم والو زيرو، حتى الأسبوع اللي فات حسني كان هكا. حاولت إيمان أنها تصبر راسها أكثر وما تبكيش قدامهم، وأنها تخرج تهرب من هاد البلاصة، ما تبقاش حداهم هكا. حتى سمعت الأب ديالها كينطق، ما مركز في والو والو. ابتسمت بسخرية وهي قاعدة خارجة بغرور، واش تقول لهم بالله هي سبب؟ وهي ماشي واثقة من أنها فعلا هي السبب. واش هي مهمة حتى لهاد الدرجة عنده؟ بالطبع لا، كون كانت مهمة من بعد داكشي اللي وقع كان غادي يتصل بها، يحاول أنه يراضيها، يفهمها شي حاجة، ولكن حاجة من داكشي ما كانت. حتى كتسمع مي بدات كدعي على زياد لأنه ما كيلعبش مزيان، بلا ما تحس انصافضات. الله يلاه يحفظو، علاش كدعي عليه؟ بداو كيشوفها هكا بدهشة. عاد وعاد لا شنو قالت، بدات كتقاد في اللهجه ديالها، ما داير ليه ولا على حتى واحد اختي، راه ما عندوش عائله ولا اهل، حشومه اختي. اوف وتمات غاده هكا، غاده متسله خايفه لازم تفضح راسها اكثر. بدات كتسمع الكلام ديال الاخ ديالها، كيفاش بلا المستوى ديالو مؤخرا غادي وكينزل، وبلا كلاعب محترف يقدر ما يتعاملوش معاه مره اخرى، ويجلس في الكرسي ديال الاحتياط، بلا الوزن والسعر ديالو غادي ينقص، هادشي ماشي في صالحه. رجعت لفتات للشاشه كتشوف فيه، كانت كنظن ان هادشي كيكون هكا باحتراف في الخارج، كيفصل الانسان ما بين حياته الشخصيه والعمل ديالو، بالذات لاعب الكره. وبالذات زياد ما كانش كنظن انه من السهل عليه انه يتاثر في مستوى بحال هكا، ربما ماشي السبب هي، ربما يكون الاب ديالو رجع مرض مره اخرى، انتبه شعور بالذنب. دخلت الغرفه ديالو وبدا مزيد، بالرغم انهم تفارقوا ولكن بقى خايفه عليه، بقى كتطلب الله انه يعاونو انه ما يوقع ليه والو. علاش كتهتم الامر ديالو بالرغم من كل شيء؟ وصل الحفل ديال خطبه ريهام وعادل، كان من الضروري انها تخرج من داك التابوت اللي حابسه راسها فيه، وتبان بمظهر وسلوك جيد. لسات كتشوف ديك الفرحه في عينيهم، وحدهم مي اللي شردات كما شارد دائما في زياد، وهي كتذكر الغضب ديالو منها بسبب عادل، اسئلته وصفه ليها هكا بزير النساء، بدا كيتخنق قلبها بالالم، وهي كتسمع سميتو ما بين ضلوعها. اه يا زياد، كون غير كنتي معايا، كنتي كون غير حسيتي بيا، كنتي كتحس بالغير عليا، حتى من هاد الراجل اللي كيتبس دابا خطيبتو الخاسم الخطبه. بدات كتصفق ايمان مع الجمع، وعينها ما كرهوش يقولوا بلا انا عندي حبيبي ومشى ضيعته اولا ضيعني، المهم انه مبقاش موجود. نات عندهم باركات ليهم، كانت كتمنى اليوم ان يكونوا اكثر سعاده في حياتهم، وهي كتستعد بالله من الشيطان الرجيم، كتسال الله انه يجعل ديك المشاعر ديال الحزن اللي بقلبها مختلفه على مشاعر الغيره من نجاح علاقتهم. وهكا بس هكا ريهام في الوجنتين ديالها وهمسات لها في ودنها، لعقبالك تسمسم قلب ايمان، ما كاين لا زياد ما كاين حتى انسان اخر، ما غاديش نقبل بشي انسان غريب من غير زياد، كاينش من غيره، ما غاديش نتزوج بانسان اخر من غيره. كانوا في العمل ديالهم، جات ريهام كلشي البنات كيباركوا ليها، قربت لها ايمان سلمت عليها، عطيني نشوف الخاتم ديالك تبارك الله غزال ما شفتوش البارح. شفت ايمان ريهام حتى هي الخاتم اللي في ايمان، الخاتم ديالك غزال كثر، هذا باين اغلى من الخاتم ديالي. كتشوف داك الفصل الازرق، حاولت انها تنفي، لا هذا ماشي حقيقي، نو ما يمكنش، عقل ايمان ولا خدام بارتباك، شنو غادي تقول لها من جابته؟ هذا غير هديه. ضحكات ريهام، شكون هذا الكريم هذا اللي يجيب هديه غاليه بحال هكذا؟ انا ماما راه كانت مغرمه بالاحجار الكريمه، كنظن ان هذا سميتو توباز او لا زمرد. بدات ايمان كتهز راسها بالنفي، لا ما كنظنش. بدات كتحاول انها تنفي ديك الذكرى الزوينه من راسها، ولكن ما كنظنش انا شي واحد ممكن انه يقلد وصل لهاد الدرجه. لا ريهام بعد ما اقتنع اري وري ليا، حاولت ايمان انها تحيد من صباها، ولكن لقات صعوبه انها تحيدو، في داخلها كانت كتمنى انها ما تحيدوش. واش هاد الخطوه هادي اللي ما قدرتش انها ديرها هاد الشكل العفوي كتبين شي حاجه؟ واجال الحديث ديال ريهام بحال طوق النجاة، يلا صافي خليه
يخليك كيظني اني ما غاديش تقدري تحيدي ضيق. حست ايمان بالراحه من تكمله المهمه الصعبه ورجعت ليها. ريام كتكلم، كاين شي حاجه عندك اليوم؟ تقدري تجي معايا من بعد الخدمه نشري شي حوايج. غدي توجدي من دابا. تسمت ليها ابتسامه ذات مغزى، تسمت ريهام الفرحه على وجهها. يلا يكفينا الوقت. كملت الخرجه ديالها مع ريهام، ولكن داك الشك اللي زرعت لها ريهام في راسها بقى هكا كيدور. كان لابد تمشي لمحل المجوهرات، وقررت انها تتاكد من ديك القنبله الموقوته اللي بين الاصابع ديالها. كانت باغا تعرف واش فعلا حقيقي او لا. قلبو البائع فورا ما شافه وبدا كيقلب فيها كعرض عليها واحد الثمن كبير، حتى انه بدا كيصاومو يصاومها انها تبيعوه ليه. ولات غير كترجف، ولات باغي تاخد الخاتم ديالها ديرو في يديها وتغبر من قدامه بسرعه. ما تيقاش واش هاد الخاتم فعلا كيسوى كاع هاد الثمن هذا. علاش عطاها خاتم بهاد الثمن هذا بهاد السعر كامل؟ كيفاش خداه ومشى؟ مصدقاش فعلا، كيفاش صدقات انه مزيف؟ كيفاش صدقات؟ ما كانت متوقعة ان شي واحد يقدر يهديها خاتم بهاد الثمن هذا. علاش؟ كان ديك الساعه المطر بدا كينهامر خفيف. حست ايمان ان ديك النار اللي فيها بحال بدات كتزيد تشعر في الداخل ديالها، مهما لا الليل ولا الامطار غاده في عينيها كيلمعوا بالدموع. قدرات انها تحبسهم، كتحس بالاسى على ديك على هذا الشيء اللي عرفاته دابا. جلسات اللور في سياره الاجره كتستعيد اللحظات ديالها معاه، ديك الوقت اللي عطاها ليها هما هكا بزوج بيهم. بقات كتفكر ملي لاحتو عليها هكاك، ملي سمعت داك الراني ديالو عاوتاني بقات غاده والدموع نازلين وهي كتفكر في كاع داك الشيء اللي داز. شهر وناس داز، شهر ونص داز على ديك الخطيه وعلى الانتهاء ديال داك الشيء اللي بيناتهم. قامت وتعذبات بزاف، كانت عارفه ان داك القطيعه هادي غتصيبها باوجاع، ولكن ماشي بحال هكا، ضريبه الالم كبيره بزاف. ما عارفاش اشنو غادي دير في حياتها من بعد. اللي عارفه انا دخلت في واحد الدوامه كبيره عمرها ما غادي تقدر تخرج منها. وصلت للدار هكاك حوايجها فازقين بداك المطر اللي كان كيتساقط. ما دخلات جالسين مجموعين على الشاشه التلفاز كالعاده كيتفرجوا في الماتش اللي كان لعب فيه بالصدفه زياد. نفس الكلمات، ما عاوتاني زياد اليوم والو زيرو. بس كتشوف فيه، جابت لها الام ديالها واحد الكوب ديال شاي هكا سخون باش هكا يسخن بعد داك البرد واش تا اللي طاح سلا. بس كتشوف فيه، بس كتقرب هكا بساقين ديالها كيرشفو، حطت داك الكاس قربات للتلفاز اكثر، عينيها لامعين كتشوف فيه، كتسمنى انه يسمعها. بحال كتقول لي كان هادشي تغوص، ولكن كان كلشي كاس. تقول لي لعب مزيان، على قبلي، على قبلك، على قبلنا. ما قدرتش تبقى واقفه حداها، دخلت لداك الكولوار من واحد الزاويه كتبان لها التلفازه بعيده ولكن كتشوفها. جلست هكاك على الارض ودموع نازلين، كتمنى انه يتقدم، انه يماركي، انه يتحسن في اللعب. كتشوف فيه هكاك بحزن دموع نازلين فيه، كتشوف ضربوا شي واحد في رجليه، كيبان لها هكا واقف كيعرج. حتى كتسمع اب ديالها نطق، زياد كيطلب التغيير ديالو. هكا حسن ليه، عارفه محمد هو باغي يخرج، كتعرف راسو ما لعبش مزيان. رجلي تقدر تكون ما ضرباتش دابا ولكن باغي يخرج. ذكي، كون ما كملش كون كمل الماتش بهذا المستوى ما كانش غادي غيكون في الماتش الجاي في الاحتياط. باينه بحال كيتهرب. بقاو كيتسمع في الهضره ديالو، بدات كتبكي كتبكي بعد ما سمعت دوك التفاسير كامله. دارت كفها هكا فوق من فمها، كتحاول تكتم داك الصوت ديالها اللي كيخرج بالرغم عليها بحال الشهقات. تمنات لو كان ضعيف وما سمعو حتى شي واحد ديك الضجه ديال التلفاز. حتى كيبان لها هكاك خارج مهبط راسو، والجماهير كتصفق ليه، وحتى ايمان كتهمس بصوت عارفه انه ما غاديش يوصل ليه. الله يحفظك يا حبيبي. صافي اليوم وصلت لذاك الانهيار اللي توقعاته منذ المكالمه الاخيره. صدافرت كل العوامل باش تطلع منها كائن هش اللي يمكن غير تمسو هكا ويريب. تسلت ديك المباراه بالخروج ديالو بالنسبه ليها نتبط هكا، رافضه انها تعشى. دخلت الغرفه ديالها بثلاث حوايج ونحست في الفراش، وهي كتامل في داك الخاتم في صبعها. كان البريق ديالو اليوم قوي بحال كيضحك على ديك السخريه، على ديك الغفله ديالها بسخريه وتصديقها انه ماشي حقيقي. بحال كيوبخها على القسوه ديالها معاه وهاد المجنون هذا اللي كيوهمها انه مزيف ودارو في يديها هكاك. كيفاش كون كانت رباتو هكا في لحظه غضب ولا تخلصات منه في لحظه ياس؟ شي حاجه اللي كبيره وغطيها هكايا، قال بالله ماشي حقيقي نهار عطاه ليها. نهار الصباح اليوم الثاني في المؤتمر
فاق الصباح مشى شراه بهذا المبلغ كامل باش يعطيه البنت هكا دوا مع هكا حديث هكا عابر. كيفاش؟ هل هو انسان غريب وعجيب؟ كانت كتأمل نفسها في المرايا، شعرها الاسود الطويل اللي كيشارك الحزن ديالها بنونو، عينيها العسليتين التامعين، وداك الانف ديالها الدقيق، الوجنتين اللي حمرين، الشفايف اللي حمرين. كتشوف راسها هكا في المرآة وهي كتسال، يعني انه ما كانش كيضحك عليا، لا ما كانش كيضيق يضيع وقته معايا، كون كان كيضيع وقته معايا ما يعطينيش خاصم بهذا المبلغ هذا، يعني كنت انا شي حاجه مهمه بالنسبه لي. كانت في امتحان صاحبي، كتفكر شنو غادي دير، شنو غادي دير؟ تصل بي؟ لا ما غادي تقدر، ما يمكنش لها تسمع صوته في هاد المحاضرات، تكتب لي رساله، ما عارفه شنو غدير، ولا تحل شي مراهقه. كتحس براسها صافي، مبقاتش قادره انها تستحمل هاد الشيء، بقات كتردد شنو هو اللي اهون، رساله سهل على قلبها من الاتصال وانها تسمع صوته. بدات كتكتب، علاش عطيتيني خاتم حقيقي؟ شنو هاد الغباء؟ مسحات الرساله بغضب، رجعت كتكتب ثاني، كي داير؟ بخير؟ كي بقات رجلك اليوم؟ اوف رساله بارده، شنو غادي دير؟ تتصل؟ بين انه ضروري ما خصها تتصل، شدات التليفون ديالها، دارت الرقم ديالو، كتسنى تشوف راسها واش هادشي اللي كديرو مزيان اولا غتندم عليه من بعد. وركات على زر ديال الاتصال، الانفاس ديالها كضارب، كتسمع الجرس، خلف هاد الجرس غيكون الصوت ديالو اللي افتقداتو، ولكن ما جاوبش. التقطات انفاسها بحال ارتاحت مع انها كتتصل باش يجاوب، ولكن المهمه كانت ثقيله على قلبها. كررت المحاوله مره اخرى، يا دار يديها على قلبها، فهاد المره تمنات انه يجاوب. كانت خايفه من داك الخلان، والجرس قرب يوقف، فجاه سمعت الخط تفتح، كتمس انفاسها وهي كتنتظر انها تسمع صوته، وكترتعش هكا بجنون، ولكن الصمت كان على الطرف الاخر، كان سيد الموقف. سمسمات بصوت كيخشى الخدلان، زياد ما سمعتش من غير الصمت، كيحرق هذاك الصمت. قالت بصوت رقيق، زياد كي بقيتي؟ كي بقات رجليك؟ عافاك طمني عليك، ولات كترعش كتر، وقلبها كيعلن على الضمع ديالو الشديد لانها تسمع صوته. سدات المكالمة فجأة، استجاف الكيان ديالها لهذا رد الفعل اللي ما كانش متوقعه، توقعت انه يتخاصم عليها، يغوص عليها، انما ولكن يقطع، لا متوقعتش انه يقطع في وجهها نهائيا. متحملاتش، غمضات عينها، بدات كتبكي بمرارة وهي كتسال، علاش علاش كيهينا بالطريقة هذه؟ حتى لو كانت دارسة، هو دار نفس الشيء في الماضي، كان خلاها مدة شهر وما تصلش بها، علاش هي هكا؟ كان خصو يحفظ الكبرياء ديالها ولو بعض الشيء. حتى كتجيها واحد الرسالة، هذا ليس من شأنك. ما عرفاش واش داكشي اللي دارتو كان شاني حتى لهاد الحد، حتى لهاد الدرجة. زياد كيتحول لكل هاد البرود وهاد القسوة هادي، بقات كتشوف فيه كتأمل ديك الحروف، شنو غادي دير؟ والو، كانت غادي تحماق من ديك الأفكار المتضاربة اللي كاينة في الراس ديالها. هربات لوساتها ودفنات فيها، في برودها، ديك السخونة ديال الوجه ديالها ودموعها اللي نازلة هكاك، حتى استسلمات لسلطان النوم. رجعت تصلت بيه وهي في المكتب ديالها، نفس الشيء ما كيجاوبهاش. كيفاش غادي تقدر تحمل ليلة أخرى؟ رجعت تصلت بيه النهار الثالث، والو، علاش زياد عمري بقلبك كان هكا قاصح، علاش كدير هكا؟ بدات كتكبر الصورة ديالو اللي عندها في التليفون، كتشوف التفاصيل ديال عيني، الخطوط اللي على أطرافهم اللي ظهرها هو كيضحك، كتأمل التفاصيل ديال البشرة ديالو، الأنف، الابتسامة، الذقن، كتفحص الجبهة ديالو وشعرو. بحال بغات تحماق، علاش كندير هكا؟ بقات كتشوف الاخبار ديالو من الصحافه والنت، ما كاين حتى موضوع جديد عليه، ولا الاصابه ديالو، ولا المنع ديالو مؤقتا من اللعب، عادي حتى حاجه ما كاينه غير عاديه. خدات التليفون ديالها وكتشوف شحال من ابل دارت، شحال من ابل ما جاوبهاش فيها، المكالمات المنبوده ولا العدد ديالهم كبير. بدات كتكتب ليه الاخر مره، بغيت غير نطمئن عليك من بعد داكشي اللي شفت من برا، اسمح لي الا برصتك. ورسلاتها وهي كتقرر ان هذه غادي تكون اخر محاوله منها، صافي، ومن بعد غادي ترجع للبكاء ديالها، صافي، هادشي بارك عليها بارك. قربت الساعه على الثالثه ديال الصباح، قررت انها تنعس، ولكن الرنين ديال الهاتف ضيع كل الخطط ديالها. هي بنفسها كتشوف الرقم ديالو، بدات الانفاس ديالها هكا كتسارع، كتحس بالفرحه بالخوف، جاوبات وهي كترجف، الو، كتسنى صوت ديالو هكا، حتى كتحدث بواحد اللهجه اللي ذوبات قلبها، واش كيهمك الامر ديالي؟ ما مصيقش. غمر الحنين والراحه لمجرد انها سمعت صوته، طبيعه الحال كيهمني، كيهمني بزاف. ديك الساعات فلتات منه واحد الكلمه بلهجه غاضبه، كدابه، عافاك سمعني يا زياد،
تيك دابا شنو باغا مني دابا؟ ها درتي اللي بغيتي ياك، قطعتي كل حاجه بيناتنا فجاه وبدون سبب، بدون احترام للانسان اللي كان معاك. بدات كتبكي، شنو غادي دير من بعد هذا السيل ديال الهجوم كامل؟ قررت انها تسكت حتى يقول كاع داكشي اللي عنده. كان الغضب ديالو اكثر من المتوقع والمحتمل. بقات كتسمع لي شنو بغيتي مني؟ واش تصابيت ولا لا؟ هادشي اللي كيهمك دابا؟ صافي خليني عليك. كتهمني زياد؟ قالتها من كاسرة وهي باكية بلا ما تبقاي تكذبي. ما كنكذبش. كان دموعها كتسيل هكاك بالرغم عليها بدون اي حسابات او لا منطق او خجل. علاش كدوي بالعربية وانتي عارفة انني ما كنفهمش ليها؟ عفاك زياد، جوج الاسابيع من عدم الرد على اي مكالمة، وجاية كتستفزيني وكتحساقريني وكتهضري باللغة اللي عارفة اني ما كنفهمهاش. بلا صافي ننسى لها كل شيء. ها دا الشهر كامل ورجعتي كتسولي عليا شنو المعنى ديالها؟ واش انا كنعرفك؟ خليتيني كنتسائل واش فعلا كنعرفك؟ واش خدعت بيك؟ واش فعلا كنت بهاد السذاجة وانا كنتخيلك بلا شي حاجة مهمة في حياتي وانتي العكس؟ قلقة بنت كتفلى كدوز الوقت كتكذب كتغبر بلا سبب. عفاك باركة غير اسمعني، ما كنظنش بلي بقات شي حاجة ممكن انها تبرر اولا تقال. اسمعني، انا ماشي شي وحدة كتفلى ولا كندوز الوقت. درت داكشي لاني عييت من داك التفليات ومن تدوز الوقت. قالها بلهجة جليلية خلات دوك الدم كيجمد في عروقها. داكشي اللي بيناتنا كانت فليا، بالنسبة لي لا، اما بالنسبة لك كان اش كتقولي ايمان؟ اش كتقولي؟ سمعني يا زياد، انا عمري ما ولفت على اني نكذب. واش عرفتي شحال من كذبه كذبتها من نهار عرفتك؟ كذبت على علي، ماشي عليك، كذبت على الزملاء ديالي، على عائلتي، على اختي. واش كل اللي ضرك انك تكذبي؟ داكشي اللي بيناتنا كان هكاك في الخفاء، ما كانش عنده اسم. انا تحملت ديك الشهور هكاك بزز على امل انه غادي يجي واحد النهار وغادي نقدر اني نعلن عليه، ولكن انت ما قلتي ليا والو. واش كتخافي من الناس لهاد الحد؟ قلت لك من قبل ماشي خوف، احترام. احترام العادات والتقاليد، المبدا، داك الصواب والخطا. كانت هذيك المكالمه الليليه ديالك كتفرحني، ولكن كتسالني بضميري، حيت عمري ما درت هكا كامله، عمري ما خبيت شي حاجه على عائلتي. بالنسبه لك بغيت غير كلمه اكثر تحديد ووضوح. تسنيتك انك تقول لي بلا العلاقه ديالنا هذه في اي اطار، ولكن انت ما درتيهاش. كتكلم حليك بزاف عوض على انك داك التصريح اللي كان يخجل اي انثى. ما نقدرش نقولها لك مباشره، كنتي كتغير الموضوع وكتهرب. ما بقيتش قادره، بقات كتهضر حاولت ان توصل ليه الفكره ديالها بوضوح. بالله فعلا داكشي كان كيجرح الكبرياء ديالها، ولكن فضلات ان تصارحو بكل هكا سلاسه اشنو الاحساس اللي كانت كتحسو. احسن نطق زياد بكل سخريه، هادشي كله كان بسببي ودابا صحيتي كنضر صحيتي ملي مبقاش هادشي. كانت العباره الاخيره ديالو صادمه شديده الايذاء. كانت كظن انه غيتفهم داكشي اللي قالت، ولكن اللي وقع انه العكس. سكتات مده طويله وهي كتمسح دموعها. عندك الحق، علاش غنرجع دابا بعد داكشي كامل؟ اسمح لي، انت كتثبت لي دابا بالله داكشي اللي كان بيناتنا ما كانش جدي، ما كانش كيستحق اني نتحمل على قبله، اني نخفي داكشي على كاع الناس اللي معايا. عندك الحق، انا ما كنتش مخطئه، ما ظلمتكش. حتى بالفعل ما باغيش نكمل وانا استوعبت الدرس مزيان. على الاقل هذا الاتصال عنده فائده واحده، هي ان ضميري غادي يوقف، ما غاديش يبقى يأنبني على قبلك. كانت كلماتها بحال ديك الطلقات الغاضبه اللي تلقاتها بدون ما تفكر في الاثار ديالها، يعني كتعني القطيعه النهائيه بلا رجعه. ولكن دابا ما فكرتش في النتائج، كل ما كتفكر به هو الثار الكبرياء الجريح. كيقول لها لماذا تعودين لكل ذلك الوجع؟ شو اللي كيخصبك؟ ومن بعد قالها بسخريه، بالمناسبه الخصم ديالك اصلي غالي، يلا كذبتي عليا النهار عطيتيه ليا، عرفت اليوم بلا غالي، قلب على شي طريقه باش نرجعوا لك. وغلقات الخط فاجرات في البكاء. شنو هادشي اللي دارت؟ قطع افكارها الرنين ديال التليفون بسرعه، هزاتو. شنو قلتي؟ عرفت بلا حقيقي وكيساوي مبلغ كبير، مع انك بغيتي تقطع كلشي، اذا هو من حقك. وحده بحالي كدابه وكدوز غير الوقت بحالي ما كتستحقوش. صمت طويل سمع من وراه انفاسه الحار بحال تفاجأ. مزيان انه مازال شي حاجه في الكون من الممكن ان تفاجئه. بنت ناكره الجميل، ماشي ناكره الجميل، اكتشفت حقيقه الخاتم. ما حسيت بلي ظلمتك، داكشي علاش رجعت للدار؟ حتى كنلقى ماتش ديالك وبقيت متبعه كتبان ليا كتلعب بطريقه سيئه.
وخرجتي وانت مضروب في رجليك، ديك الساعه ضعفت قررت اني نتصل بك، ما غاديش نرجع في قراري. حسيت بالشفقه والقلق عليك، خفت اني نكون مسؤول على داكشي اللي كيوقع لك، داكشي على اتصلت بك. اصريت على اني نتصل بك لمده 3 ايام، وبالنسبه للخاتم لو كنا في وضع اخر كنت غادي نشكرك عليه، كنت غنكون فرحانه انك شريتيه على قبلي انا، حيت هو خاتم واعر ورائع وبزاف. ولكن باش كتفل عليا وتقول لي شنو اللي جبرك على انك ترجع ليا؟ اذا فانا ما باغاهش، ما محتاجاش. في كل الاحوال من الخساره انك تخلي مبلغ كبير كي هذا في يد بنت ما عندك بها علاقه، خساره ماليه كبيره. كنظن انك ماشي كتلقى فلوسك في الارض، راك كتسعى باش تشدها، او لا صراحه بعض المرات كتكون موجهه ولكن كتجلب واحد النوع ديال الراحه. سكت ساعه ثاني حتى نطق بهدوء، كان ما كنبغيش هاد الشفقه ديالك هادي. انا بخير الحمد لله، ردت بورود رجع قال الا كان الخاتم برصتك سال هاد الحد هذا فغادي نشوف كيفاش ناخده منك. كان الياس ليك ساعه بدا كينتشر في الاوصال ديالها، اذا لا امل سال كل شيء، قال لها والو ما خبراش، ما قالش لها احتفظي به حتى بعد ما خبراتو على المشاعر ديالها والعطف ديالها واهتمامها يا مباراه ديالو، درجة انها رجعت تصل به، حاولت انها تبان قويه قدامه باش كيفيد هاد الضعف هذا، وكيبيع كل شيء بهذا الشكل. تمتمات واخا كنتمنى انك ترجع للمستوى ديالك وتلفت المستقبل ديالك المهني، كنتمنى لك كل الحظ. كتمات شهاقاتها وداك البكاء ديالها باعجوبه حتى نتيا، كنتمنى تكوني بخير، ماشي شغلك دابا، شي حاجه كتخصني انا. قالتها وبدات الدموع هكا كتنزل من عينها. لاحظي اني قلت لك شي حاجه اللي خايبه، ماشي مشكل، زيدها في ديك القائمه ديال الاخطاء ديالي والخطايا. اعترفت لي بكل شيء، بمعاناتها، بسبب الصمت، الخذلان، عن اتخاذ خطوات الارتباط، فاذا به كالعاده ما كيدير والو، استفزها بخفوت. صافي بقات شي حاجه تقال، غادي نتصل بك مره اخرى، غادي نصيفط لك رساله باش نقول لك لما تعطي الخاتم. مع السلامه. اوف يا له من مادي، بغيت سدات الخط بشويه، كملات البكاء ديالها وهي كتعاود تستوعب داكشي بحال ما مصدقاش. من جاب هاد القسوه كامله وهاد البرود وهاد اللامبالاه؟ من جاب هاد القدره هادي؟ من جابها؟ كيفاش قدرت تحمل هادشي كامل؟ كتشوف داك الخاتم اللي خلاها كترجع كتصل بيه، ودابا على امل انه يرجع لها، ولكن صدق هو اللي غيرجع ليه، لذاك الكذاب اللي طلق وعود اللي ما وفاش بها. هو اللي طلب منا بالله ما تحيدوش من يديها، عمرها تحيدو، ودابا بكل سهولة كيوافق على انه يستردو منها بكل البرود، حتى كتبان لها ما هي كتشوف فيها. فايقة واش عندك وقت تسمعيني تسيقيني؟ كانت مي كتشوف فيها كتفحصها، باينة ان الموضوع كبير. قالت ايمان بسخرية بزاف، تقدات مي وناس من فراشة، بلاتي ندير واحد جوج ديال القهوات وغادي نجي عندك وتكوني البطلة ديالي، تكوني ساليتي من البكا وغسلتي وجهك وتسنيتيني. مشات معايا خلاتها رجعت، بين انه مشكله عاطفيه ياك. زات ايمان راسها بالايجاب، شكون؟ علي الدين زياد. ها شكون اختي؟ زياد لاعب. فتحت لها ايمان الصوره ديالهم التليفون، هذا كملات باش ما تزيد تصدمها اكثر، هو اللي كان معايا قبيله، كان متصل بيا. بدات كتحل ما يفمها لأقصى اتساع يمكن أن يبلغه. واش كتفلاي؟ عفاك مي بلا ما نضيع الوقت، أنا ماشي في وقت يسمح لي أنني نتفلى، عافاك. وراك داكشي اللي كتقولي دابا راه مايمكنش، شي حاجة صعيبة. زياد واش كتعرفيه؟ مكيعرفك؟ كيفاش؟ ما فهمتش. أنا عاود لك كلشي ولكن ما تقاطعينيش، وأنا أصلا مذهولة، كيفاش غادي نفتح فمي بالهضرة؟ قولي أختي قولي. بدات كتعاود لمي اللي كانت كتستمتع على عكس ما توقعت، نسات المكالمة ديالها الأخيرة وساعدت ذكريات الوقوع الأول في الحب، ساعدت ذكريات المؤتمر، ومن بعد عينيها جفوا من الدموع وتورد وجهها وهي كتحكيه ليه. خفات داك الجزء الخاص ملي حاول أنه يقرب لها قدام الغرفة ديالها وضربات الوجه باش ما تحرش هكا قدام ختها الصغيرة، شي تفاصيل هكا اللي حيداتهم. حسيت ان هذاك السير هذا من اسرارها معك بحال الاسرار اللي كيكونوا بين الزوجين. كملت القصه ديالها وما يغى حاله فمها حوالي نص ساعه حتى تسالات الى اخر جزء من القصه. كانت مي مازال على الصمت ديالها والدهشه. مي راه كملت، بدات كتحركها باش تفيقها من داك
صافي ديالها اختي انا كتعرف زيزو كيبغي وحدياتهم. هزات ايمان راسها بابتسامة وهي خايفة بحال ما واثقاش من ديك العبارة ديال كيبغي وحدياتهم. بدات كتغوت معي وهي كتهز ايمان بالفرحة. اختي غتزوج بزياد الله. بدات كتصفق هكاك بكفوفها بحال الاطفال الصغار فرحانة وهي مصدقاش. حتى سكتات ايمان شمن غنتزوجو انا اش قلتلك دابا انا عاودتلك شنو وقع في الاخر. ما يهمكش من داكشي اللي وقع دابا غير سحابه ديال الصيف وغادي تدوز. وريني الخاتم اختي وريني. الله 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 وانا كنقول هادي مالا ما كتحيدش من يديها مالا كتشوف فيها هكا وساهية. اي 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 سمسمات ايمان باسا سحابه الصيف وغدوز. ردوا معايا بطريقه خايبه. قلت له جي خذو قال لي اوكي تي غير كلام وقالوا في لحظه غدم يومين وغادي يتهدن وغادي يرجع يتصل بك وغادي يتصالح معاك. ما كنظنش رجعت الكآبة الإيمان وهي كترفض تعلق بداك الألم الأمل الكافي. قالت الكلمات ديالو الأخيرة كترد تفوتنيها برود واستفزاز والقسوة والتهكم. مي تفائلي تفائلي واش انتي حمقى ولا مالك تفائلي. جا دازو يومين. فهاد اليومين هادي كانت إيمان كتسنى ديك المكالمة الفاصلة كتوقع في أي وقت. كتبكي من الخوف بحلا انا ما جربتش الفراق من قبل ولكن فرق كبير ما بين داكشي اللي دهشو من طرفه بوحده من دون ومن الفرق بين انه يكون مشارك معها ويعلن بكل هاد السهوله ان كل شيء تسالى. كدوز ليالي وهي كتبكي كتحاول مي انها تخفف عليها اللي صار عيال ما تلاشات فرحتها بقصه حب اختها العجيبه وهي كتشوفها هكا قاطعة الامل وكيخيب الظن ديالها هكا بسهوله. حتى في اليوم الرابع وصلت رساله منه ولد عمي سميتو صالح المغربي جاي لفرنسا جاي عندي في فرنسا غادي يتعرف عليك هو ماشي مضطر تشرح لي شي حاجه. تلاقيه وعطيه الخاتم وكتب لها العنوان في فندق قريب الى حد ما من العمل ديالها وحدد لها الوقت بعد ساعتين من دابا. المكان في الفندق بدات كترتاح الاطراف ديالها تقفزوا دموعها من عينها بكل هذه البساطه بهذه الطريقه وهذه الكلمات الجافيه. قال لها والو بلي عنده شي اقارب ديالو هنايا. اول مره كتعرف الاسم ديال عائلته هزات راسها بسخريه بالاساس علاش غادي تعرفها هي ما عرفاش عليه بزاف علاش كتفكر به دابا مالها مال التفاصيل. اتصلت بمي قالت لها مي شهقت بخيبه امل على هذا العرض لهذا المفاجئ وطلبت منها تجي معها. رفضت ايمان رغم انها خايفه انها تكون بوحدها ولكن هذا الشيء من الاحسن ما تكون معها ما يدخل معها في هذا الشيء. تخيلت ديك اللحظه طول هاد الايام اللي دازت تخيلت انها كانت مستعده لها مشات هي كتحاول تقوي نفسها. فراق وقع بالفعل في الهاتف شنو الجديد كتبتي انتي غاده غير باش ترجعي الخاتم ديالو انتي غاليه وعندك كبرياء ديالك اللي كيمنعك من انك تقبلي هديه بهذا الثمن من شخص ما كتربطك به حتى حاجه. دخلت المطعم في الوقت المحدد دارت هكا دارت وجهها عليه بعد الكياسة والابتسامة المصطنعة. جلست في المكان المخصص ما زازو 10 ديال الدقائق على المواعيد. سيت عينها هكا بالتأمل كتشوف الباب خايفة ديك الدقائق القاتلة الكلمات القليلة اللي غتنطق بها. بدات هكا تحرك في حلقها كتحس بحلقها كيتذبح حتى كتلقاه واقف قدامها. زياد هو اللي جاي. حلات فمها دول الانفاس ديالها هكا كيتسارعوا كتدور راسها على اليمين وعلى الشمال ومصدقاش شنو كتشوف. قلبها كيقفز في التجويف ديال صدرها مره اخرى. ما كانتش كتظن انها غتشوفها هكا قدامها تاكيد كتحلم بحال الخيال المؤلم لطالما حلمات بيه وتمنات يكون قدامها. زياد واقف قدام الطبله ديالها هكا ديك القامه الطوله داك العطر الفرنسي كيبان عليه ديك هكا ديك ملامح ديال الصدمه كيشوفها هكا ونطق باش تستوعب ان فعلا راه هو اللي قدامها. تسمح لي نجلس. دارت وجهها بين كفوفها اللي كيرشاحتو ما عارفاش واش تهدى يديها ولا تحضن وجهها اللي كيرجف ولا تخفي عينيها اللي غيدوزو بهم الدموع. حتى سمعت صوت العذب كينطق بسميتها ايمان. مازال كتحاول تخفي وجهها وهي مصدقاش انها كانت لعبه لهاد الحد. عجز عقلها لانه يتصور اشنو كيوقع وكيفاش علاش كترجف. ايمان شوفي فيا كان الجسد ديالها مازال كيرجف مرور دقائق بقى ما قدرتش انها تبعد كف على وجهها وهي كتشوف في البعيد بعيد علي وشفونا هكا دايزين بالدموع. واش برزتك بالشوفة ديالي تلا الحد. الصمت هو الملل ديالها الوحيد ملي كيعجز الانسان على البوح داكشي اللي في الداخل ديالو. هكذا تعودات ما عارفاش شنو غادي تقول كيفاش غادي تقدر انها تشوف فيه.
تهدني تهدني ايمن، شوفي فيا بلا ما تهضري، غير شوفي فيا. بالرغم ان اللهجه ديالو كانت هادئه نوعا ما، ان داك الا ان داك الحساب كيفوق الوصف. تلفسات عنده هكا بوجل، بدات كتهز عينيها بشويه، كتشوف وجهه بالتدريج وهي كتحقق من الملامح ديالو. بعد هاد الشهور الطويله تقابلوا عينيه بزوج اخيرا، ارتعشت انفاسها بالجديد هو قدامها. واخا ما عرفت شنو غادي يوقع، كيف ما كاين شر اولا خير، هي كتشوفه قدامها، كتسمع لصوته بنفس الاستنكار. شنو هاد العبوس؟ والشوفه ديالك كتشوفيني هكا ضايقاتك سالت الحد؟ كان السؤال ديالهم تعجب وردة الفعل ديالها، بدات كتفيق من ذهولة وهي كتستوعب هاد الخدعة ديالو القاسية. كذاب، كيفاش تجرأتي؟ بلا ما تعرف كتحس بالقبضة ديالها، بدات كضربو هكا فوق صدرو خبطة وحدة. ما كيهمش الناس ولا شنو غادي يشوفوا ولا رد الفعل ديالهم، حتى شد لها يدها هكا بين كفو. تهدني يا إيمان تهدني، استعجبات ونزعات يدها هكا بعنف من كفو. بالرغم من كل شيء بدات كتشوف وجهه كتأمله، كيبان عليه انه مرتاح، الوجه ديالو مقاد، ديك الهيئه الحليقه كتختلف على ديك الصوره البائسه اللي شافتها في اخر مباراه، بين انه مزيان مرتاح. واش كاين تاقم؟ بالرغم من انك كل شيء كانت منجذب العينيه والملامح ديالو كتستوعب الحقيقه ديال انها كتشوفه بعد اشهر ديال الفرق طويله. واش هي حمقه؟ علاش كتحس بديك السعاده ملي شافته؟ ربما لانه قتلها بالموت البطيء من ايام هذه، بديك الكذبه ديالو على ان شي واحد غادي يجي يرجع الخاتم. عايشه في الرعب هي كتسنى ديك اللحظات، عاد ساعتين ديال اليوم هي كتسنى ولد عمو. فين هو ولد عمك؟ ابتسم زياد بخفه. خليك من هادشي دابا. كيفاش نخليني منه؟ بدات كتشوف العلبه ديال الخاتم اللي قدامها، وضعاتها هكا بعنف قدامه. سواء جيتي انت ولا ولد عمك ولا الشيطان، ها هو الخاتم ديالك، تفضل خذو. حك زياد الدق ديالو بالاصابع ديالو، قال بلهجه هادئه، مش عارفه كل ما كانوش الناس هكايا كنت غادي نعطيك واحد التصرفيق اللي تفيقك ايمن. فيق ايمن، بدل القلب ديالها كينصافد، وداك الحديد ديالو كيفيق اكثر واكثر من ذهوله. تفيقني انت؟ تضربني؟ واش كتحلم؟ واش انت عيني دازه لهاد الدرجه مستفزه لواحد الحد كبير؟ وانت كذبتي عليا. بس كتشرح لي الشعور ديالها بعد المكالمه ديالو الاخيره، حتى يلا غتبدا، ولكن ديك العزه ديال النفس ديالها خلاتها تسكت. سكتات، حكان كيقرا الافكار ديالها. المكالمه ديالنا الاخيره كان من المنطقة انها تكون هكذاك، كل هاد الشحنات السليبه اللي كانت في الداخل ديالنا. بدات كتشعر بالشفقه على نفسها وهي كتفكر الحوار ديالهم وكيفاش كان كيجاوبها بكل قسوه. لولا ان رجليها ما كانوش قادرين يهزوها كانت هربات. كيفاش تعاود لي على الدول ديالها؟ كيفاش كانت كتنتظر داك الموعد الكاذب؟ كيفاش كيتلعب مشاعرها حتى لهاد الحد؟ كيفاش كان داك الخوف والرعب اللي عاشته هاد الايام كامله؟ كيفاش الحزن اللي عاشته؟ ايمان انا قدامك دابا، غير تهدني، خليك من هاد التفليه هادي البسيطه. المهم انا قدامك، درت لك مفاجاه اخيرا بعد شهور. انا وياك قدام بعضنا، غادي نهضروا في بزاف ديال الامور، ولكن اول حاجه جاوبيني. فاش كتشوف فيه ودوا هكا في عينها معلقين، كترجع لهجة ديالها الالتزام والاستيعاب انه فعلا قدامها شي حاجه اللي احسن من كل شي، احسن من اي حاجه توقعتها. دعات في السر ديالها الله باش يكون معها، انها تهدن وتثبت انها ما تندمش على هادشي اللي غديره. زياد قدامها، هذا احسن من اي حاجه، احسن من انه يكون ولد عمو اللي جا، احسن من اي حاجه في الكون. داك الحنين اللي بالداخل ديالها رجع مكان الغضب، واخا ما اختفاش الغضب، ولكن كانت وحده اخرى. كانت سمع التليفون ديالها كيصوني، كانت سماني باين باينه بغات تطمئن عليها. كان مفترض انها تكون سالات المقابله ديال مع صالح المغربي ولد عمو، كما قال لها ما قدرتش تجاوب على ايمان. بدات كتكتب لها هكا بالاصابع اللي كيترهدوا، رساله قصيره طمنتها. زياد هو اللي معايا دابا، هو اللي جا ماشي ولد عمو. قفزت سميه نقزت بلاصه بالفرحه وهي كتلقى الرساله. كانت في الغرفه ديالها كتدور هكا في قلق على اختها من ساعة هادي، كانت كتشكر الله وكتحمدو انها تلاقاتو وكتطلب الله انهم يقادو الامور بيناتهم. بدات كتاملو في عتاب. جاوبني، علاش غنجاوبك؟ بدا كيشوف فيها في عينيها هكا مطولا، حاولت تهرب منه ولكن كاع المحاولات ديالها باءت بالفشل. كيفاش قدرتي دير بيه هادشي كامل؟ كن ملوم كيكون قاتل ما قدرتش تحمله. بدات كتشوف لبعيد هكا، شوفي فيا بلا ما تخبي وجهك. تلفسات ليه
قلت لك في المره اللي فاتت على شنو اللي خلاني ندير هكاك، قلت لك ولكن ما سمعتيش ليا. كنتي كتوبخني كتغوت عليا كتسخر مني. كان عندي الحق ولكن نسيتي فيه بزاف. سكت وعاد كمل. مازال ما نسيتش ايمان، انا قدامك سافرت وجيت ولكن مازال كنتالم، مازال حاس بالغضب منك لابعد حد ممكن انك تخيليه. دو عيني هكا كيدمعهم جديد وهي كتسمع. ما قصدتش اني نأديك، فكرت ان هذا الشيء ما غاديش يوجعك لهاد الحد هذا. قطع بعتاب، كيفاش ما يوجعليش؟ انت خليتيني كنشك في كل شيء لدرجه انني ظنيتك انك قطع زياد بالغضب. ظنيتي كاع الافكار ديال كل ظنون، ما كانش عندي من غيرها، ما عنديش احتمالات. كنت في غيابك هكا متاكده من حاجه درجة انك تظني ان ملي غتقطعي علاقتك بيا ما غاديش تالميني. كيفاش؟ واش ما عارفاش كيفاش كنخاف عليك؟ غيرت عليك؟ ما شتيش كيفاش كيالمني الحديد ديالك ملي درتي على داك السيد اللي خطبك؟ راك واش ما كتحسيش بيا؟ كان فعلا الحديد ديالو منطقي، ولكن ما الفائده؟ كنت مشوشه، حاولت اني نتوصل لشي وصف لهداك الاحساس اللي كتحس به جيتي، ولكن ما لقيت والو. الافعال ديالك كدل على حاجه واقوالك على حاجه. كنت كنتسنى منك غير شي تصريح هكا اللي يخليني نعرف المدى ديال العلاقه ديالنا، ولكن ما عرفتش. كنرجع لنفس نقطه البدايه، انت ما قلتيش لي حتى كلمه وخليتيني عطيتيني شي حاجه اللي تخليني نزيد نصبر اكثر. ما عرفتش، كلماتها الصادقه خلات القلب ديالها بدا كيدمي مره اخرى. بدات كتبكي بلا صوت، حتى مس ليها باش توقف على البكا. بقيت قادره حتى نطق زياد، حتى هنا راه عذبتيني معاك. دابا صافي حنا متساويين، انا راه مجروحه حتى لدابا، وانا كنوضح لك ما عرفتش، بحال اللي كنتسول منك انك تهضر معايا. واش ما عرفتيش اشنو من اللي خصك تقول ليا، واشنو اللي خصي يطرا، واشنو اللي خصي يوقع؟ بغيت نمشي. ايمان عندك تنوضي من بلاصتك، ما غاديش تهربي مني من بعد دابا. حاولت انها تحبس من البكا حتى تكلم زياد. جرحتيني، شتتي لي الدهن ديالي، ما كنتش مصدق انك قادر انك ديري هكاك. هكا مغيبه عليا وسدت التليفون جوج الاسابيع. ها ايمان، واش عارفه شنو معنى ان جوج الاسابيع كيدوزو؟ كتفلي عليا من فوق وكتكلمي بالعربيه؟ واش كاين شي حاجه غبا من هاد الشيء؟ واش شنو اللي وقع لك ايمان؟ ما فهمتش، كنتي بعقلك ثقيله مرزنه. كان العتاب ديالو بحال كيأن بالضمير ديالها. بالرغم مني كنت باغي نلعب مزيان، نركز في اللعب، كنا كنقول نفس الحاجه، ولكن ما قدرتش. بالرغم عليا بزز، الميزان ديالي ما كانش منضبط، كنفكر في حاجه ولكن ملي كتجي المباراه كنلقى راسي مبرزط. ما نكتش انا لا في الملعب، ديما بالي معاك، كنشوف الزملاء ديالي، ولكن كنحس بالداخل ديالي كاين واحد الكسر، واحد جويف خاوي. الامر كيتعلق بالروح، ديك الروح اللي كتكون متعبه. كانت كتامل وهي كتشعر بكل حاجه كينطقها. وقفت على البكا وهي كتشوف فيه وكيهضر. يمكن عندك الحق، انا اللي جبت هذا الالم النفسي، ولكن صدقيني بدون قصد. نزلت عينها وهي كتحس بالسكينه، كتحاول تفهم داك الكلام ديالو رغم العتاب والنظرات الحزينه والاصوات المنخفضه. شوفي فيا ايما، كيفاش ما ديرهاش؟ كيقولها لها بديك الكلمه. بدا كيتامل وجهها اللي ولا احمر بالانفعال والبكاء والخجل. هزت عينها فيه، عاجزه على انها تنطق باي كلمه. كنبغيك. كانت روح ديالها بحال كتحلق في عالم في السماء السابع، عالم بين الخيال والواقع. حسست بحال قلبها تحرك من بلاصتو وجابت يسكن في الحلق ديالها. كتقلب غير على شربه ديال الماء بارده بعد العطش. اذا هذه هي الكلمه وهذا هو الواقع ديالها على النفس. كيفاش حرمها من ديك اللحظه الخياليه طول هذا الوقت؟ هذا كانوا عينيها كيلمعوا بينما حجبانها كتهزو باثر اثر الفرحه او لا، ما عرفتش علاش. تشد عقلها وهي كتسمع ديك الكلمه ديالو، قلبها اللي رد عليه بالله انا كنبغيك زياد والف مره. في حين سكت لسانها حتى تنهد زياد طويل وعاد تكلم. كنبغيك من الاول، اول مره كنت كنهرب من ديك الحقيقه، حيت كانت حقيقة رغم كونها مرعبة بعد الشيء، ولكن كانت لذيذة، حلوة المذاق، لاذعة. كعينيكي ما عارفاش باش تجاوبو، شنو غادي تقولو؟ شنو كيقولو في هذا الموقف؟ هي ما عارفاش شنو ممكن تقول بعد هذا التصريح. هذا عقلها تشل، قلبها تفرغ للتمتع بحلاوة الكلمة الصادرة من رجل لم تعرف غيره ولم تحب غيره ولم تبكي إلا من أجله وبسببه.
بحال كانت كتجمع كل سنوات عمرها اللي دازو على قبل هاد اللحظة هادي بالذات. كان زياد كيتأملها في صمت، كأنه كيقرأ الأفكار ديالو، عارف أن كاين واحد التردد بداخل ديالها. بلا كانت بغيه يقطع الصمت بنفس طويل، كان بغيك تزوجي بيا إما. كانت الفاجأة مفاجآت متوالية كبر من القدرة ديال القلب على الاحتمال. ما حسيتش بنفسها إلا وهي كتبتسم وكتشحق. بدات اللحظة بينما عيناها بداو كيلمعو بالدموع. بغيت نسمع صوتك. حاولت نطق شحال مرة ولكن بزاف بصعوبة. وجهي ما كيبهيلك والو حبيبة. كان هذا كثير على بالفعل. كتحس بحال انها في عالم وردي، خلاها تنسى شكون هي وفين. حتى بدات كتبكي، كطلب الله انه يكمل عليها بخير. رداتها بخضوع عجيب. ما اكرمك يا الله. مد يديه وتناول كفوفه بين كفوفه، شدات فيه بقوه ونعومه. كفاه اللي بدا كيرعش من ديك اللمسه ديالو. هي ما مصدقهاش كيفاش قاعد شي كامل. لا لا سياد، طلق يدي. سكتي ايمان؟ لا ماشي دابا، حسن كون مراتك. تمسك بكفه اكثر، انتي راك مراتي. زياد قال سبع سيرات. قال هو كيبتسم. واش كتظني انك ملي غادي تنقي سميتي بهذا الشكل غادي نقدر نطلق يديك؟ وجهه الاحمر وتمسمات. بقى ما وليتش مراتك، جيت باش نتزوج بك ايما. سال الامر. واش انت حمق؟ كيفاش تسال الامر؟ بقى بزاف ديال الحوايج خصهم يداروا، الخطوات والعقبات. عبس وجهه هكا شويه ورد بثقه. غادي نحاولوا نتزوجوا، كيف ما كان الحال غادي نتزوجوا. كان قلبها كيغوت هكا في صدرها. ما فهمتش. عندي 10 ايام، 10 ايام فقط. في النهايه ديالها خصنا نكونوا تزوجنا وسافرنا مع بعضنا. كانت كل الدفاعات ديالها قلت تحطمات قدام دوك السيول ديال المفاجآت. واش انت حمق؟ مستحيل هادشي اللي كتقول. جرلها من يديها هكا. حسيت بالخوف من هاد السرعه ديال الاحداث. صح طلت شي شهور دابا جاي هكا مزروب. هادشي ماشي معقول، ماشي تباطؤ. كانت فرصه باش نفهم داكشي اللي كيعجز العقل على انه يفسر طول هاد الاشهر هادي الماضيه. شنو كان؟ كان تأني، عدم استعجال، نعيشو كل مرحلة بداكشي اللي فيها. واش كتعرفي شنو كيعني الزواج؟ الحب زوين اها ايما، والزواج الجمال ديالو مخلط بالاعباء والمسؤوليات. واش كتعرفي القيمة ديال هاد الكلمات هادي؟ واش كتحاول انك تخوفني ولا شنو؟ قاسة بالعبوس ديال شي طفلة. لا حبيبة، قلبها كيرقص كل ما كتسمع هاد الكلمة. هادا يكفي الزواج اهمية وجمال انه غيخلي نعيش معك، نفيق على وجهك والناس عليه، انك تكوني ملكي. يلا كتبغي تهضر كيقاطعها. صافي مبقاش عندي الصبر. بزز بس خديت هاد الاجازه هادي وجيت. ملي حبيبتي مرا شرقيه ما كتعترفش بالحب، اذا غادي تكون مراتي. الا كان هذا هو التفسيرات ديالو فحسيت بالراحه من بعد ما سمعاتهم. واخا ولكن هاد العشر ايام هادي ما يمكنش. انا باغا الخطبه، باغا وقت طويل وعائلتي والخدمه. كانت مرتاحة بكا، كل شي جا هكا في مرة وبسرعة. ربك هاد الحب هذا تأملها بعينيه وكيبتسم. كل شي غادي نقدو ويكون هانية. ودابا خصني نشوف الأب ديالك اليوم في هاد الليلة هادي، ما عندناش الوقت. سردات فيه كتخيل ردات فعل باها وامها. كي غادي دير ليهم اخوها والعائلة والزملاء؟ بدات كتبان على ملامحها ملامح من الخوف والترقب. مالك؟ قالت صوتها كيرجف. والو هي كنتخيلو ذات الأفعال ديالهم. قرب منا شوية وهو كيقول بجدية. ايمان قلت لك شحال مره ما تخافي من حتى شي حاجه وانا معاك. كنحاول. خافي مني غير انا ياك؟ ايوا انا خطيبك وغنقدر نكون راجلك. رغم هي كتسمع كلمه راجلك. زياد قول ان شاء الله. هاد الكلمه صعيبه بزاف ومفاجئه ما تخيلتهاش. يلا من 3 صوايع هادي كنتي بالنسبه ليا. قطعت حديثها بحال كتخليه يستنتج البقيه وابتسمات هكا. كنتي شنو؟ كنتي كتعيريني عاود؟ تما تنايضة واقفة، خصني نمشي ضروري. تعطلت جلسي. شفت ساعتها راه تعطلت. قلت لك جلسي، راه 4 شهور ما شفتكش. كانت واقفة مستاندة الحقيبة ديالها. قالت بلا جعدات مغزى، بصح نيت يوم مزيان انك عارف. تأمل وجهها وهو كيوجه لها نظرة خضراء للأعلى. ما عرفتش كيفاش كتبدلي هكا من الخجل مرحلة الجدية للشقاوة. انتي راك مرا مرهقة لأي رجل. كان هاد المديح ديالو عجيب سر كيفتو. ابتسمات فيا كتحس بالكون كله كيبتسم حولها. وضعت الله في سر انها تكمل الفرحه ديالها. طلب منها انها تسنى لانه غادي يوريها واحد المفاجاه. جلست فضول هكا، خد التليفون ديالو اتصل بشي واحد. حتى كيبان لها واحد الشاب جاي داخل المطعم. مش عارفه بالله صالح المغربي ماشي كذبه.
هو وهذا ابتسمت ايمان وهي كتشوف فيه. كنت كنظن انه غاخترها من خيالك ولا شي حبكه اللي كلخدها. اقترب منهم داك الشاب تقريبا في نفس العمر ديال زياد في نفس الطول ديالو، لقى عليهم تحيه. عرفوا زياد على ايمان على انها خطيبته، شافت فيه بنظره جانبيه جاهله. وكمل زياد نائب مدير العلاقات العامة في الفندق، كان شاب شديد الأناقة والذوق. ابتسمت لي إيمان وهي كتحدث العربية، بدلها حتى هو نفس الطريقة حتى تكلم زياد. نو نو وقفوا وقفوا وقفوا، ما تخافش زياد شي نهار غادي نعلمك، قالها ولد عمو. وربما نخليو الأمر للمهندسة حسن تق زياد، أنا اللي غادي نعلم الفرنسية ونسي العربية. تحدي، قالها صلاح ومالي زياد بثقة بين انهم صحاب قدام. كيف ما كان ريهان بين انه خصو هكا بدا كيشوف كيتاملها بعد الحرج في نفس الوقت اللي كان واحد فيهم كيتاملها من بعيد. مشى صلاح اخيرا حتى هتفاس من دهشه، مازال مدرك عليا بزاف بزاف، نتي باقي ما شتي والو. تاملات وهي كتحس ان حياتها كلها اختلفات من النهار. دخل العالم ديالها بعصر كل حاجه فيه وقلبها راسا على عقب، ورجعت لذاك الشعور انها كتحلم وهي جالسه حدا كيهضروا كيتبادلوا المزاح. تفارقوا على اساس انها غادي تخبر عائلتها باش تكون اللقاء ان شاء الله في الليله، وربما ما تقدرش انها تكون في الليله. وهذا الشيء اللي قالت لزياد اللي طلب منها انها تحاول ان يكون لقاء الليله. كان في نفس المطعم هشام مرقب ومصمت وكيشوف بنت خالو مع زياد لاعب الكرة، وحوار طويل ودوك التعبيرات ديال الوجوه اللي كتغير شنو اللي كيوقع، والأهم شنو اللي كيوقع للقلب ديالو. كيشعر بواحد الشرخ بالغيد، بعد الشر اللي ما تعودش عليه. على هذا الشيء علاش رفضاتو، هذا الشيء اللي علاش ما بقاتش باغاه هوايا، حيت كتعرف هذا النجم الشهير. إيمان اللي كانت بالنسبة لي ديك البنت المنغلقة الخجولة اللي ما كتعرفش من الدنيا من غير الخدمة ديالها والظهر، بقى كيتأمل في الوجوه ديالهم وقلبه كينفت من النار. بينما زياد ديك الساعة كيهضر معاها كيحاول أنه يكون مرح، مش ممكن أنه يرفضني باباك. زياد اترفض، علاش ما كيبغيش اللعب ديالي؟ سي كيبغيه ولكن كيبغيني أنا أكثر. كانت العبارات ديالها نافذة. أمان زياد راسه هو كيتأملها وهي كتكمل، بابا ما كيهموش الشهرة ولا المستوى المادي، كيقدر العلم والعمل الجاد. الأب ديالي مهندس وداكشي علاش أنا تعلمت على يدي هواية. رباني أننا ما نفكروش في الفلوس أو لا المظاهر، إنما هي وسيلة ماشي غاية. عشنا حياة كريمة محرمنا من حتى شي حاجة، فكثرة الفلوس بالنسبة لينا ما كتساوي والو. وصلها لعند الشوفور اللي وصلها حتى لقدام الدار، مي كانت غدير بالفرحه ما مسيقهاش، كتنقز هكا وفرحانه واخيرا غتشوف زياد لاعب الكره وغتصور معاه وغتجلس معاه. ما مصدقاش انه غادي يجي يخطب اختها. اول حاجه دارتها دخلت ايمان صلات صلاتها، صلات الاستخاره، ما عرفاش شنو كيفاش غادي يستقبل الاب ديالها والام هذا الخبر هذا. بقات كتطلب الله وكدير الدعاء ديالها وكتمسح الليل. بقات الام ديالها من دهشه متعجبه، ما قدرش حتى تسولها واش كتفلها واش كتضحك. فيما الاب بقى هكا ساكت هادي، فهم ان هادشي اللي تقال حقيقي، ميمكنش ان بنته تفلها فشي حاجه بحال هادي. بدا كيسولها شي اسئله، كانت كتعصر وهي كتحاول تجيب على اجابات منطقيه، وفي نفس الوقت ما تكونش مستفزه الكبرياء ديال باها. كاب ما غاديش يكون سعيد اذا عرف ان بنته كانت على علاقه بشي واحد مهما كان ومهما وثق بها ومهما اعترف انه رباها، وان ان التدليل ديال الابنه واحترامها شي حاجه اللي هكا غير، والقبول بانها تبغي شي انسان هو شيء اخر تماما. ما صدقش الاب انه ممكن ان هذا اللاعب المشهور هذا غيتقدم لبنته هكا يطلبها للزواج وهو قابلها غير مره واحده هكا بالصدفه بغاش تدخل ليه لراسو. كانت كتحس بحال طلب يدها للزواج جريمه جريمه لهالدرجه هادي. كيسولهم ما بغاش تدخل لهم راسهم بلا عريس تقليدي جاي يطلب الزواج من بنتهم بهذه الطريقه هادي. بدو كيسولها شي اسئله، علاش انت بالضبط واش عارفه عليك كل حاجه؟ كل مره سؤال، مره من الام مره من الاب، وهي كتحاول تجاوب على ديك الاسئله. لقات صعوبه انها تقنعهم، خصوصا الاب اللي ما بغاش تدخل ليه، اللي كيفكر بلا ما عندهاش شي درايه بالشخصيه ديالو وبالطبيعه ديال العمل ديالو، بزاف ديال الشروط والامور بدا كيناقشهم. حتى جرات الام هكا برا كتحاول انها تهدنها وتخلي الحوار مره اخرى بلا ما تشعر بدودها كينزلوا، هي كتحاول تقنعها. ما حتى هي دخلات، ايمان واش متاكده بنتي انك باغا راك تعيشي في فرنسا طول عمرك؟ ولادك غادي يتولدوا تما كاينه ويتربوا تما؟ اسئله اسئله اسئله، وهي دموعها كيسيلوا افكارها كتفور. ما توقعتش هادشي كامل وهذا الرفض، توقعت ديك الدهشه داك اللوم، اسئله استكشافيه ربما، ولكن باش يرفض الاب ديالها انه يقابله انه يتلاقاه.
نبهات على أسئلة ما غسلت راسها بالإيجاب بلا تركيز، إن كان ديك الحديث ديالها والأم ديالها كيعني واش باغاه، الإجابة ديالها هي آه باغاه. خرجت الأم من الغرفة وتمدت إيمان على فراشها كتكمل بكاها حتى صون التليفون كان هو فتحاته وبقات ساكتة. إيمان راه كنتسنى فيك تعطلتي مالك، كانت كتبلها دموها كتحاول أنها تكمل. مالك علاش ساكتة؟ ما على والو زياد، ما ميمكنش لك تلقى بابا اليوم. كمل زياد، علاش واش مشغول؟ لا مكاينش موعد على الإطلاق، رفض. دام الصمت للحظة، شنو كتقولي؟ رفض أنه يتصنت ليا، رفض أنه يقابلك، رفض. صوت ديال البكاء طغى على الجملة ديال الأخيرة، حتى بدا كيغوت. ما عندوش الحق، علاش غادي يرفض؟ كيغوت هكا كتسمع فيه، من حقه راه با، ماشي من حقه أني يمنعنا من الزواج. يواجهني ديك الساعة يضرب معايا، وديك الساعة غادي يقول الرأي ديالو، حنا ماشي ولاد صغار. بدات كتحاول أنها تبرر ليه، غادي شنو غادي ديري؟ فقط كتبكي وكتستسلمي، صافي هادشي اللي كديري، كتستسلمي بكل بساطه. بدات كتمسحها كدموعها. انا غادي نحاول، غادي بغات تقول لي بلي غتحاول مره اخرى انها تقنعه، حتى قاطعها بغضب. صافي بكي واستسلمي، انا غادي نقطع، يلا بسلامه. ما كانش في حاله قادره انها تستحمل هادشي كامل. بدات كتشوف في التليفون ديالها، ما صدقاش رفعت حواجبها هكا بدهشه من الحياه والمفاجآت ديالها. يلا كانت من نهار في اشد ايات السعاده، ودابا ولا الكون كله غامق هكا والدنيا مظلمة كئيبة وباردة. دازو ساعات حتى عاود جا اتصال منه، كان مشفق على الحالة ديالها من بعد ما غوص عليها كل شي حاجة اللي ماشي بيديها. سمحي ليا، ما كانش علي اني نفعل عليك، ماشي مشكل. كان كيشغل بالها بزاف ديال الحوايج، مهم انه حدثها بطريقة ما عجباتهاش، حتى بقاو ساكتين. هذا طال الصمت اكثر من المعتاد، فقط الالفاظ ديالهم اللي كيتسمعوا عبر الهاتف. دازو دقائق هكا قاسية، ربع ساعة ديال الصمت، حتى قطعو هو. علاش؟ علاش؟ حيت خرجنا على المعتاد. مزيد من الصمت، إحباط، عدم تصديق. النتيجة هي مكالمة عجيبة، كلماتها تعد على رؤوس الأصابع. حتى الغدا ونهضرو. كان الفجر كيأذن ملي ناط كتصلي، جسد منهك غادي ببطء وعيون دانية لم تنام، حتى كتصطدم بالخروج ديال الأب ديالها من الغرفة ديالو. شافته وشافها، ثم تراجع بسرعة الغرفة ديالها. كانت ديما كتحس بها أقرب لها، هي كان خوسها ديما كيخافوا منه لأنه صارمة، ولكن هي كانت كتحس بحاجة أخرى. كانت كتحس أنه كيعاملها بطريقة أرقى، بطريقة اللي أكثر رقة، كيفهمها، كتفهمه. علاش دابا فضلت التعاسة ديالها على ديك المفاهيم والعادات القديمة؟ علاش كيعاقبوا اللي بغاها وجا باش يتزوج بها هكا؟ كيعتبروها خطيئة. ما قدرتش تمشي للعمل، ما قدرتش تاكل، ما قدرتش تشرب، كتحس غير بالالم وبالصمت. ما رجعش عند الاب ديالها مره اخرى، وجهها حزين، نظراتها شاحبه، كانها شافت شي حاجه اللي ما قدرتش انها تطيقها. ما كانش فيها الضعف من قبل، ضعفها قوه، صومها، رقودها، زهدها على الحديث من الامر قوه، حيث تبدو كانها لم تعد تتمنى من العالم شيئا، ولا ربما قوه مصاحبه بصدمه. كانت كتظن ان هادشي غادي يوقع. مبقاش كتجاوب على اتصالات زياد، فين ما تصل كتجاوبو هكا غير بلي كيسابها بميساج. كتحس انها ساجينة، كل ما سول على الحال ديالها، بينما الام ديالها بقات حائرة ما عارفة شنو دير معها. كانت متأكداش واش قادرة انها تعاون بنتها هكا في الرغبة ديالها، واش فعلا هي الصواب او لا. جا اليوم الثالث، ايمان على فراشها، ما بغاش تنوض. كتحس بلا فقدات ديك الرغبه في الحياه. كل واحد كيجي كيطلبها انها تنوض، انها تاكل، انها ترجع للحياه، ولكن كانت رافضه رفض قاطع. ما هذا الاب اللي بقى هكا بعاد عليها مكتفيه، تلقي نظرات حائره من الجميع. اضطرت مي انها تمشي للعمل ديالها، ومحمد فين كيمشي للمدرسه ديالو. فكرت الام شنو غادي دير، خايفه انها تمشي للعمل ديالها وتخلي ايمان بوحدها في الدار. بنتها اللي مابقاتش عارفة اشنو كدير، خايفة انها دير شي حاجة اللي هي هكا مجنونة، ولا دير شي فعل اللي يقدر انه يأذيها. ملي شاف الاب في ديك الحالة دخل عندها، عرفاتو بلا هو علاش دايرة في راسك هادشي. ديك النبرة ديالو بينات ليها بلا كاين واحد التغير طفيف هكا في الموقف ديالو. رجعت هكا تغطات بداك الغطا ديالو، افكاره كيتسارعو، حتى جلس حداها بقلب عتاب. علاش رافضة الماكلة؟ كنت كنظن انك هكا بعقلك على هكا. ردات ايمان بحساب اكبر، وانا كنت كنظن بلي كتبغيني اكثر من هكا. تصدم الاب ديالها وقال بدهشه،
انا ما كان بغيتش. رجعت عيني على مهان بالدموع اللي ما توقفاش 3 ايام على البكاء، وردت بصوت ضعيف خارج من الجسد ديالها المنهك. كنت انا ولد ولا ولدك الكبير، ولد كنتي غادي تمشي وتخطب ليه بكل بساطه، ما كنتيش غادي ترفض البنت اللي اختارها ولدك، حيت نتا ربيتيني على ان البنت ماشي اقل من الولد، على اني نتفوق نكون 100 راجل، على اني ليا شخصيه وكيان. بنتك الكبيره اللي كتفتخر بها، ولكن فجاه كلشي داكشي صدق ماشي حقيقي، حيت انا بنت ما عندهاش راي، ما عندهاش حق الاختيار ديال مستقبلها. يا ريتني كنت عرفت هادشي من الاول. كانها كانت كتعاني من صدمه مجتمعيه من الاساس، كانت كتحدث بشكل عام، كانت كتحدث في اطار ضيق لارتباطها بزياد، كتبحث على داكشي اللي عن وراء المسكوت عنه، قرب من نواك يقول بحنان هادشي حيت الولد الا خسر غلط عادي ممكن تصلح او يستحمل او يطلق، انما البنت اعز عند باها من عينيه، ما يطقش عليها الهوى. الا خسرت غلط غتبقى تعاني طول عمرها، لان الطرف الاضعف في المجتمع وفي القانون مهما قلنا العكس ديال هادشي. وشنو الغلط في زياد؟ ما كنعرفوش، هو كشخص مبهر ومشهور ووسيم، عائلات كثيره ما كانوش كيتردوا قبل ما يعطيو بنتهم، ولكن انا بنتي خصني نحميها حسب من نفسها. ولكن الزواج راه سنة الحياة، كل أب خاف هكا ما غاديش حتى حد ما غادي يقدر يزوج بنته. كان خاف وكان تردو، ولكن كان اعتمدو على أننا سولنا تحرينا عرفنا عائلته والأهل ديالو، لأننا ممكن نردو عليهم لو وقعت شي حاجة منه شي حاجة، ولكن هكا جيو غير هكا هكا عمياني ما يمكنش. وغالبا كل تحريات ما غاديش تفيد بعد الزواج، الزوج والزوجة والأهل كيكتشفوا شي حوايج غرب على بعض كانوش كيتخيلوا. الكل كيحاول يحسن الصوره ديال ولدي قدام الطرف الاخر، ما كاينش ضمانات في الزواج. سكتات كتسمع لي، قالت بحزن انت ما رفضتيش بسبب ظروفه، انت رفضتي حتى انك تشوفه، بحال هكا تعاقبني، ما شفتيش ما قابلتيش ما هضرتيش معاه. تامل الاب هو بالداخل ديالو كيعترف على ان على حق، وحتى هو تصاب بالدهشه، هو كيستوعب ان فعلا هادشي اللي وقع بين بنتو وبين زياد كبار من داكشي اللي كان كيظن. اللاعب الاشهر شي حاجه اللي كبيره لدرجه انه يتقدم لانه يخطب بنتو بحال زياد، يمكنش يتزوج الا اذا كان كيبغي حس بالغير عليها، شعر بداك الغيظ هو كيتذكرها جالسه هكاك فاش كانت كتشجعو، فين ما الوقت اللي كانوا كيظنوا ان معجبه باللعبه، ولكن كانت كتشجعو هو كرجل، كتبغيه غيرها وضيق ونقمه. وربما هادشي اللي منعو من انه من تنكيل بها هو انه كيعرف كيفاش رباها، وان بالتاكيد ما تنازلاتش وما خطاش معاه. بابا انا ما تنازلتش ولا سمحت بشي حاجه غلط انها سوقع، ولكن علاش انت محسسني اني درت شي حاجه خايبه؟ علاش بابا مابقاش كتشوف داك الاب ديالها بوضوح بسبب دموعها، ولكن حسس بلي كيقرب منها، كيشوفها بحال كيشوف بنته لاول مره. كان ضعيفه حزينه خائبه الامل، دازو سنوات ديال حياتها قدامه بسرعة البرق، وكيتذكر عقلها وهدوءها، كيتذكر هذيك المراهقة المسؤولة اللي ما كتيرش المشاكل، اللي ما كتعرف على تا واحد، فتاة جامعية كتحفظ مجدة، ما كتنتميش لدوك المجموعات، ما كتعطلش في الليل، ما كتمشيش الحفلات والرحلات، كانت بحال ديك الوردة اللي كتلتفت غير الأوراق المغلقة وسادة عليها في الحرم ديالها. بس ملع نفسها بزاف ديال متع الحياة المشروعة، وحرمات على نفسها شحال من حاجة، بقى كيشوف فيها. دابا ولات كتبغي باغا تزوج من داك الانسان اللي بغاتو. هادي بأيام هادي كانت كتبكي حتى ضعفات، هي ضعفت قدامو بحال حساسو كيحتقر حقها ومشاعرها، حس بالانفطار ديال قلبو بدون وعي، جذبها هكا عنق ومصدقاش ايمان، ضربات في الحضن ديالو كتكمل بكاء هو كيربت على ظهرها كيمسح لها على شعرها. ما كانش ايمان مستوعب هادشي اللي كيوقع، كتشوفو بالله هكاك معنقها، هاد الوجه اللي بغات واللي توقعات انه غادي يحن فيها نطق اخيرا برفق. انا كنبغيك يا بنتي بزاف وكنخاف عليك، ماشي شي في قل من خوك لا، ولكن كنخاف عليك كثر حيت بنت ما كانش مستعد انه يصرح داكشي اللي في نفس ديالو. انت يا ايمان مهما كنتي واخا كنتي ديما بوحدك ما كديريش مشاكل، راه ما عندكش خبره، فجاه كنلقاك هكا نقصتي هاد النقيزه كامله، كيفاش بغيتيني تجيني عادي؟ بحال كان كيبرر شي حاجه لنفسه ولا حتى هي افكار كيدور في عقلها، كيزداد هذاك العطش ديال قلبها للاطمئنان. عافاك بابا طلاقه، غير هضر معاه جلس معاه وهضر معاه، حط الشروط ديالك اللي بغيتيها،
بدا كيسمع لها ربة فوق سفها مرافق، حسس ان هادشي كيعني الموافقة. تسنى قلبها بشوق انه يتكلم، واخا خليه يجي اليوم ديك الساعه نشوفه. بصح بابا نقزات هكا بالفرحه وهي كتهز راسها كتشوف فيه بحال الحياه رجعت في الجسد ديالها. واش بصح؟ نشوفه بعدا. كان هذا الصوت ديالو والقرار ديالو، حتى نقزات عليه بس لي راسو الله يخليك لينا بابا. ولات كترجف بديك السعاده هكا تضحك، بينما الاب ديالها واقف مع اعين متاثره كيشوف فيها بنتو الصغيره كتبكي فرحانه. يا ربي واش لهالدرجه باغاه؟ دعا الله في السر ديالو ان يكون هذاك الشاب كيستحق كاع هاد الشيء هذا. ثم غادي للغرفه ديالو بهدوء، بقات ايمان هكا كتنقص في الغرفه ديالها، تبدل الحال ديالها بسرعه. سجاد الله كتشكر فيه، بدات كتتصل بزياد، كان الهاتف ديالو غير متاح ماشي مشكل. عادت تصلت بيه ما كيجاوبهاش، خلات ليه ميساج. كانوا العائله ديالها كلهم فرحانين، الام كتحاول توجد شنو باش غادي يستقبله. دخلت حلات البلاكار ديالها كتشوف شنو غادي تلبس، ولكن راه باقي ما جاوبهاش، باقي ما عرف والو. حدا كيكون سافر عندك عاد تسرق من الفرحه ثاني من جديد. بدات كتاخذ نفس عميق وهي كتطلب الله انه يعاونها، حتى صون التليفون ديالها في نفس اللحظه. زياد فيك انتي؟ جا الصوت ديالو حزين. موجود من البارح وانت مختفي. سمعي ايما، راه جا الوالد من فرنسا وكاين حتى عمي حتى هو ياك، هادي من التقاليد ياك. قولي للاب ديالك بالله بغينا نجيو. قولي يعني هاد المره بجديه، جوج ديال الرجال من نفس السن ديالو، شنو بغا بالمقابل؟ كنظن انه غادي يحترم هاد المره. تهجات انفاسها وقلبها كيحسب كل كلمات الحب. زياد هادشي كله درتي على قبلي؟ وعلى قبل ما غندير هادشي؟ راه جبت عائلتي نجيبها كامله على قبلك. واش عارفه كيفاش دازت عليا هاد السعاده وانت في هاد الحاله كتبكي ومسجونه؟ تمنيت لو قالت لي كنبغيك. حاولت تفاجئه بها ولكن داك الخجل ديالها من هنا. نعاسها قالت بصوت كيقترب الفرحه، زياد بابا وافق اليوم على انك تجي، ساعتين وانا كنحاول نتصل بك باش نقولها لك. واش كتفلي عليا ايما؟ بدات كضحك. لا والله وافق. بدا كيتكلم بفرحه، حبيبه الحمد لله، كيفاش وقع هادشي؟ حسن من بعد ونعاود لك. مهم حدد الوقت الملائم وقل لي العريس ديالي. داكوغ صافي واخا. نتا العريس، هذا هو اللقب ديالك دابا بحال كاع اللي سبقوك. اللي كيتقدم كنسميوه العريس. نطقها زياد بعربيه وكيضحك على اللقب. شنو قلتي؟ شكون اللي سبقوني؟ شكون هادو؟ بزاف. شنو اللي وقع بينك وبيناتهم؟ دوك الطقوس وهذا كيفاش كديرو؟ زيزو صدقني حتى حاجه ما وقعت من هذاك الشيء، بغيت غير نعرف هاد التفاصيل. كيفاش كيدخلوا للدار؟ واش كيجلسوا معاك ولا لا؟ لا حتى حاجه من هادشي ما كاينه، غير كنضحك معاك. يلا ملاتي يا زياد، انا غن ماما كتعيط ليا، حاولت نسق مع العائله ديالك وخبرني انا شويه على المواعيد. واخا عافاك ما تعطلش، راه اللي القرب يدخل علينا. كان ديك الطقوس بحال الحلم. دخلوا بثلاثه بهم معاهم داك العطر والهيبه. وقفت ايمان من ورا الستاره كتشوف دوك الرجال اللي دخلوا. عارفه شكون فيهم عمو وشكون فيهم الاب ديالهم؟ بعد دار زياد ديك الطله اللي خلات قلبها كيرجف، انا قال لي ما شافتهاش من قبل وما توقعتهاش. واش هي كتبغي هاد الانسان؟ هو كيبغيها وغادي يتزوجها. هادشي كتير بزاف عليها، دارت كف على قلبها. هي كتامل ديك الوسامه ديال المفرطه وديك الهيبه ديال وجهه وملامحه الجديه بحال كتشوفو لاول مره. هادي هي الفرحه ديال الفتاه الحقيقيه بما يسمى العريس، ماشي داك التدخل هكا اللي كيدخل حتى كتفاجأ براجل اللي ما كتعرفوش. والفرط الخجل ديالها ما قدرتش تاكد من الملامح ديالو ولا حوايجو ولا تزعين عليه، حيت ما يمكنش لها ديرها قدامهم حتى يخليهم بوحدهم. غتبدا بالتدريج هكا تشوف فيه وتتعرف على الشكل ديالو. كيفاش شنو كتقارن؟ كتقارن حبيب هذا باللي جاي باش يتزوجها؟ فرحه كبيره مختلفه، اشد الاختلاف. كتبغيه، كتحس بهادشي شي حاجه جديده بزاف، كتشوف كتحس بداك الانجذاب اليه كرجل، انجذاب من داك النوع اللي كيرفع دقات القلب وكيورد الوجه وكيزيد تعرق اليد، انجذاب من داك النوع اللي امرنا الله ان نغض بصرنا من اجله ولكن ما قدرش انها ديرها. حتى جات مي وقفات حداها. ناري كيحمق اختي كيحمق، عافاك قولي بسم الله الرحمن الرحيم، قولي تبارك الله، بسم الله ما شاء الله، الله يكمل لكم حبيبه بخير، امين يا ربي. امتى غتدخلي؟ ما عرفتش. عيط لي بابا. كنت كتحس بحال في حلم، من بلاصه كتقدر تشوف زياد مزيان ولكن الباقي لا. ايمان ارتفع الصوت ديال باه وهي بس كترجف، كل الجسد ديالها كيرجف. تسمرات في بلاصه حتى دفعت امي سيري سيري خلاص. مشات هكا كتشوف في الارض بالرغم من عليها هذيك الحوايج اللي كديرهم البنات
دوك التمثيل ولا الامتثال لأوامر الأهل، إنما هذيك راها فطرة. الخجل وديك الرجفة وديك الأعين الشاردة بعيد على العيون اللي كتأملها، حتى هكا سلمات على رجال بجوج عرفت حماها. كان داك الشبه كبير بينه وبين زياد، واضح طويل بحاله، بينما الرجل الآخر كان أقصر هكا وأكثر بدانة، ولكن الملامح كانت كتبين داك الرقي والطيبة. ما سلمتش على زياد، ما وجهتش ليه حتى نظرة واحدة، كان واقف كيساعد باش يقول شي حاجة أو لا يلقي التحية، وحتى يشوف ديك النظرة منه، ولكن تفاجأ بها بلا سلمات عليه عن بعد. سلمات على عمو ورجعت جلسات حدا باها، جلس هكاك مرتبك، بينما إيمان كتكتم ديك الضحكة ديالها. بعد شوية هزات عينيها بسرعة، شافتو كيشوف فيها، تقابلات عينيهم، بان في عينيه ديك النظرة اللي عمرها تنساها، كيشوف فيها وفي عينيه ابتسامة فوق شفايفو، ثقة، ثقة اللي مداتها بالكثير من الثقة، وهي كتخبر نفسها أن هذا الموضوع غيتم إن شاء الله. مصدقاش بعد كل هاد الود والتفاهم بين باها وهاد جوج رجال هذا، ان الزياره ديال اليوم مجرد زياره تقليديه، ما بينش على ملامح الاب ديالها اللي علامات التفاهم والهدوء. هضروا بزاف على العمل ديال الاب ديالو، العمل ديال عمو مدير احدى شركات قطاع الاعمال. تحدثت اعين ايمان وزياد كذلك، بينما كان عيناهم كيضيقوا كل ما تحدث زياد، كانت تحس بها كبعض القلق. هو ما كيهضرش بالعربيه بحالهم كاملين، كيضطرب باها انه يتكلم معاها بالانجليزيه. بقات كتشوف فيه شحال كسول زياد، باه كيتكلم بالعربيه مزيان وعمو كيتكلم بها مزيان، حيت هو ما كيهضر بها كبحالهم. كان محمد جالس حدا زياد منبهر بيه، كيدور بيناتهم داك الحوار الجانبي. خافت هكا غير على الكره، شافت ايمان في الاب ديالها، فهمت منها انها خصها تخرج تستأذن، وفعلا داكشي اللي خير دارت، خرجات مشات للغرفه ديالها كتذوب الخير وما يكطمنها وكتبتسم، بينما الام شارده حس ولا سامي. شنو رايك ماما؟ والله بنتي قلبي حسيت به مرتاح لاول ما شفتو، يا ربي يكون كيف ما المظهر ديالو كيف ما الداخل ديالو والباطن ديالو. كانت ايمان كتفرك يديها هكا متوتره، ما عرفاش هي، ما قالتش الاب ديالها على رغبه زياد ان يتم الموضوع في خلال هاد 10 ايام، دابا راه ضاع منها 4 ايام من هذيك التخطيطات ديال زياد، بالتاكيد غادي يتغير كل شيء. دخل الوالد في الفعل، هو كيحس ببعض الانزعاج، هادو راه باغيين يكسبوا العقد هكا بسرعه، اللي فهمتو انه باغي ياخدها معاه من بعد ايام. الام من دهشه راقبت ايمان والاب ديالها كبحرص وميت، كتهمس لها في ودنها. بابا وافق لحظي، كيهضر في التفاصيل، ماشي انه موافقه او لا لا. كانت ايمان كتدعو الله انه يكون هادشي صحيح سكتات، والام كتستجب على كل التفاصيل، فقط هي كتراقب حتى سمعت امها كتقول بلهفه، يعني من حيث المبدا وافقت يا فاروق تقريبا، ولكن غنسول على عائلتهم وعلى عمو غدا، لقيت عندنا معرفه مشتركه وعاد غنسال على باه قبل ما يخلي التدريس هنا. وبقى الناس سي زياد فين غنسول عليه؟ غنمشي لباري نسول عليه. هكا كمشات ايمان على نفسها، واش كيتفلا ولا كيسخر؟ حتى جاوبات الام ان شاء الله خير، سيماهم على وجوههم هالحاج، بصراحه ناس مريحين، والولد بين انه مزيان ولد الناس، ولكن شنو، ماشي وقتهم بعد. المهم هما راه غادي نجي نسلم عليهم. بالنسبه للموضوع ديال الاستعجال هذا، انا ما موافقش عليه في كل الاحوال. هزات ايمان راسها وشدات ما يكفها بعد ما خرج الاب ديالها، بروك مازال شويه حبيبه، وعاد هو ما وافقش على هذا الوقت اللي قال عليه زياد. ايمان شوفي، حاولي تستوعبي، بابا وافق صافي، انت غتزوجي زياد، هادشي اللي مهم، واش فاهمه هادشي؟ خصك تفرحي دابا صافي بلا ما تطمعي كثر. تلفتات ايمان لمي بحال كتعاود تستوعب الكلمات ديالها، فعلا هادي هي الحقيقه، هادشي اللي خصها تفهمو دابا. خرجات هكا، جات عينه عليه، كان عابس هكا شويه في وجهو، مع ذلك في غايه الود والاحترام. شافتو كيسلم على باها بحراره، محمد كذلك، بينما رقص قلبها هو كيهز راسو ليها محيين هكا، وفي عينيه الكثير من الشوق اللي ما لوحوش شي حد من غيرها. كانت ليله من الاحلام بالنسبه لايمان، ساهيه ما مصدقاش ومي سعيده، كتوعدو بالتقاء الصور في الزياره القادمه، بينما تمنات انه يتصل زياد. ورجعت هكا
كتسنى في الاب ديالها شنو غادي يقول لها. يوم اخر من الترقب عاود جمع الاب والام بزوج بهم. حتى خرجت الام كتعلن الخبر بسعاده غادي يجي غدا زياد والاهل ديالو باش يتكلموا في باقي التفاصيل. ولا القلب ديال ايمان كيرقص وكينتشي بالراحه السجدات وصلات الله شكر بعد ما باس لمها راسها. ومي محمد اللي كيشوفو فرحانين بينهم الاب كان بالغرفه ديالو شارد. الاحداث كتمر بانسيابيه والام ني شاف زياد والاهل ديالو حس بالله ما يمكنش لانه يرفضهم. كاين توافق كاين الاحترام كاين الالفه هذا هو اللي كيسميه النصيب. حيث تسير المواضيع بانسيابيه كان الايام تعلم ان الزيجه ستتم. ما اتصلتش بها هاود هاد المره هادي يمكن فضل انه يتعامل برسمي اكثر باش يتجنب الاستفزاز ديال الاب ديالها. كانت مشتاقه ليه بزاف ولكن عليها الا تحمل اكثر. يتعذبوا ولكن بعد غادي يتجمعوا. كانت صلاته في الخفاء ولكن بعد اليوم ما غاديش تكون كذلك. كانت جالسه بعد ما مسالات الجلسه ديال اليوم الثاني على بعض الامور الماديه. تحدثوا على شقة الزوجيه ضمان حق ديال البنت على شحال من حاجه هكا تفاصيل اللي هكا روتينيه. حتى انه في واحد اللحظه ملي كانوا كيهضروا على هكا البيت الزوجيه وهكذا هنايا في البلاد حتى انه جبد زياد الدفتر ديال الشيكات ديالو وبدا كيكسب واحد المبلغ. بدات كتشوف فيه ايمان كتحاول انها تحضره انه ما يديرهاش ولكن كسب واحد المبلغ ومدو الاب ديال ايمان ها هو خذ ممكن تشري لها الشقه اللي بغات والاسات اساسا كما بغات. حتى هاردو اب ايمان حتى نطق الاب ديال زياد اسمح لينا راه عرفتي راه زياد ما كيفهمش هادشي مزيان. هذا راه الاختصاص ديالنا حنا اللي غنلقاو الشقه ان شاء الله وغادي نجهزوها. عرفتي زياد ما يقصدش راك عارف هو مستعجل وباغي هادشي يتم في اقصى وقت. انا ان شاء الله غنلقى دجاج قبل ما نرجع لفرنسا. وحاول الوالد زياد انه يزيح داك التوتر اللي كان هكا وقع في هاد اللحظه. قال بالله غادي يمشي لباري غادي يدير شي فحوصات هكا وغادي يرجع من بعد شهر ان شاء الله ويكون الزفاف ديالهم وديك الساعات يجي ويدي مع ايمان وتخسر كل شيء على ذوقها. كان هذاك الرجل كتله من الطوق. حتى ردد الاب ديال ايمان الله ان شاء الله تكون بخير وكنتمنى ان ما يكونش تكليف لما ترجع وترهق نفسك. انا فهمت دابا فهمت الموقف زياد بحال ولدي وانا مقدر. نفسات ايمان السعداء وهي كتشوف زياد كينوض كيعطي الاب ديالها داك الشيك بمبلغ اكبر من توقعاتها وتقبلوا الوالد بلا حساسيه مفرطه. اذا بعد يومين حفل خطوبه صغير وبعد شهر زفاف وغير جا زياد باش ياخذها. تلقات الام زغروسه كبيره وايمان وزياد ما مصدقينش ودانهم بالله فعلا هادشي راه وقع وصلوا للامل ديالهم. يوم الخطبه كانت الفرحه كبيره ما قادرش ايمان انها تخيلها. كلشي مبتسم بديهاش ايمان وزياد ما مصدقينش. الاقارب والصديقات القليلات ما مصدقينش ان ايمان زوجات من داك النجم الشهير اللي كانوا كيشوفوا غير في التلفازه. بقى في هشام وكيستوعب كلشي داير يدو هكا فوق شفايفو ابتسامة دبلوماسية. ديك البنت اللي كان كيبغيها كانت في العالم ديالو اصلا كانت في عالم اخر ما عرفش كيفاش لقات نفسها فيه. كانت مغرمة بانسان اخر بينما هو كيتقدم لها بكل رسمية باش يخطبها. دابا شنو واقع؟ لا شيء سيمر كل شيء. حياة ما كتوقفش على شي واحد. بقى كيحاول يقنع نفسه انه ما كانش كيبغيها كانت غير هكا شي حاجه دايزه ما كانش الزوجه المناسبه ليه. كانت سهام كتبتسم بتكلف هاد الساعه هكا احد حاجه بيان دهاشا ام لسبب اخر تحت مع عرف. ما قدرش ان تدعو ايمان ريهام وتخلي سهام بينما ريهام كتوقف هكاك سعيده ومدهشه حاسه بقليل من الغيره الفطريه. كتلفت كتشوف عادي اللي شافها حتى كيبتسم لها كيحاول ان ما يظهرش هكا ديك الشروط كحقيقه وكيفكر في امر الخطبه اللي طولات فضل امرهم المتسلطه اللي كتعطي الاوامر وكتسنى من الجميع انهم يلبيها. حاول انه يتكلم معها بدون جدوى يبرر هذاك الضعف ديال الزوج ديالها في اتخاذ القرار ان والده ريهام مازال ما شبعتش منها لحد الان. كتصفق مع الاغاني عينها كيمشيو ليها بالمصادفه. كانت مي كتتامل ايمان بفرحه شديده كتلتقط الصوره. تلو الاخرى لا مع ايمان وزياد وهي كتجلس بيناتهم كتحاول انها ما ديرش عينها فوق هذاك العائد هشام داك العاشق الجريح اللي توقعت انه ما غاديش يجي لحال في الخطبه ولكن حضر. ما قدرش انه يفوت هاد الفرصه هذه باش يشوف ايمان حسن بعد ان تخطبات لوحده غيره. وزاد مي راسها بتهكم وهي كترسابك حتى تحت نظره ديالو العفويه. جاتها من ابن عم زياد هذاك الشاب صلاح كان جذاب حسن المظهر ولكن سيء الحظ ان انه غادي يبقى هكا ديما مقارنه ما بين زياد.
زياد هذاك الفارس الأحلام درجة تعجيزية، على خصها إيمان أنها تاخذ الحذر ديالها، هي مقدمة عليه شي حاجة صعيبة خصها ترعاه من أعين الأخريات وربما أيديهن. والأب أخيرا كان كيبتسم، كيشعر بأحاسيس الأب السعيد لخطبة الإبنة ديالو، والألم مسرورة هكا كيشوف عينيها بالحنان وهي كتحاول تصرف أفكارها على داكشي اللي غادي يوقع عما قريب من فراق الإبنة ديالها. كان جميلة في غاية الجمال، زادوا عينيها هكا جمال مع داك الكحل الأسود اللي مهر زياد حتى قلها ببساطة نيفرتيتي، ديك الكلمة اللي ساقطتها أداء البعض. وزاد الشفايفة هكا دفء امتلاء فعل أحمر شفاه ذو اللون الوردي الغامق، وداك الأنف الصغير اللي بدا في وجهها كحد فاصل بين عينين واسعتين وشفتين دائرتين ككرة انشقت نصفين بخط وهمي. وزياد كيتأمل بشغف وجه الدائري الرقيق والقامة ديالها اللي زادتها ألف السر رشاقة، كيتأمل نظراتها ليه ابتسامة وهي كتمنى أنها تقول ليه بلا ما يبقاش يشوفها هكا قدام الناس لأنه هكا غادي يجلب ليهم الحسد والقيل والقال. ولكن شنو غادي تقول؟ راه فعلا باين بلا كيبغي، والا شنو التفسير؟ هو ماشي ولد الجيران اللي شافها بالصدفه او اللي شافها في شي زواج او خطبه، هو شاب كان كيعيش في عالم اخر. في العالم الاول وجوده في العالم ديالك ما كيحتاجش ديك الثغره شديده بسبب الحب، لا غير كانت كتشعر بديك الفرحه التي هكا الفرد الرابعه ديالها كتخاف انها تسالى، كتمنى لو ان باها وافق على عقد القرار مع الخطبه كيف ما حاول زياد انه يقنعه، ولكن كانوا كيتسناو حتى يكمل هاد الشهر هذا. كان شحال مرة كيقول لها كان بغيك، عمر ما قالت عليه، كانت كتسنى الوقت المناسب وكان هذا هو الوقت المناسب قبل ما يخرج باللحظات حتى تلقى ديك القنبلة. انا خن بغيك، بدا كيشوف فيها كما مصدقش عيني، واخيرا هكا ويلا يخطف يدها حاولت تبعدها خايفة ان يشوفهم شي حد، حتى شدها هكا قربها لفمو وباسها بلطف. زياد لقيت يدي غير شفنا شي واحد، هو شنو لا شافنا شي حد غير تهدني، لا شافنا بابا عارف بلا لقى والو، بقى لك غير نهار وتسافر على الاقل خلينا مخطوبين هاد المده هادي. بدا كيبتسم، شنو غادي ندير ملي غادي نمشيو نخليك؟ حتى كيسمعوا خطوات كتقرب لهم. كانت الام ديالها كتامل زياد بابتسامه ديال العطف بينما قال زياد بصوت منخفض، هاد السيده هادي الطيبه كتبغيني ماشي بحال باباك، باباك باينه ما كيحمنيش كيغير مني. بدا كيشوفها وكيبتسم، ابتسمت ايمان وقالت لها اشنو قالها زياد، جابت الام وهي مبتهجه، بيان سور كان بغيه، كان بغيه بزاف وغنهزو فوق راسي غير يتهلا ليا في بنتي ان شاء الله، كوني هانيه ان شاء الله ماما. الاول مره سمعت من هذيك الكلمه ديال كان بغيك كان احساس جميل جدا، حاولت انها تنطق سعية او بطريقه مماثله ولكن ما قدراش في الاول. حياتها كامله عمرها ما سمحت نفسها بالاعجاب بشي واحد، كانت كتخاف من النتائج الغير مضمونه بالنسبه لها، كانت خايفه انها تفشل في ديك العلاقه، حتى انها في الريعان ديال شبابها اقتنعت انها ضروري ما غادي تزوج بطريقه تقليديه لا محال. مساله ديال انها داك انا تبادل داك الزوج الحب كانت مجرد امنيه بعيده، كانت كتقشعر بمجرد انها كتخيل نفسها مزوجه ماشي واحد، وكيجيش داك الحب كيف ما وعدوها الاهل والعائله والناس، فقط زواج مع رجل تقليدي كتخيلو جالس هكاك باللي شوفيت ديالو كياكل ماكلاتو قدام التلفازه بينما هي في المطبخ كتقادلو الشاي ولا القهوه، وعلى وجه داك العبوس والملل والتعود والروتين وضعت على راسها الشروط، هي كتحمد الله في السر ديالها انه ازعل هذاك العيب ديال ديك الصوره الممله وهبا زياد اللي بزاف غادي يحسدوا عليه. حتى الكلمات ديالو كيفاش كيعبر كانت كلمات راقيه، كان كيدخل داك الكم الهائل ديال الكلمات ديال الغزل اللي ما كانش متعود عليها من قبل. كانت هاد اللحظات سحريه بالنسبه لها، انه كاين في الدار ديالهم ديك العلاقه ديالهم العلنيه، دوك الخوات مني ولاو هكا كيزينوا الاصابع ديالهم، كانت كتبتسم كتحاول تسيطر على ديك الملامح ديال الابتهاج هكا بالخجل من الاب ديالها والام. الليله اللي جاي ودعها فيها نهار غيسافر كانت كتحس بانحل قلبها كيتغسلها من الجذور ديالو، حتى زياد كان باين عليه داك الالم ديال الفراق اللي مغاديش يطول بزاف ولكن كان بالنسبه ليه مؤلم، اللي كان لانه كان جا عوال لانه غادي يمشي وغادي يدي معاها ايمان، ولكن ما وقعش هادشي كيف ما كان باغي. ملي مشى بحال شي حاجه كبيره امتازات من الداخل ديالها، ديك النكهه ديال الحياه، بحال داك الفراق شي حاجه اللي مؤلمه بزاف ولكن كانت مؤقته، مجرد شهر
عارفين كيفاش غادي يدوز هذاك على الوقت، هذا الوقت هذا على الانسان اللي كان كيبغي انسان اخر كيبعد عليه، كيدوز ببطء مميت. وبقات في هذا الشهر هذا كتوجد، كتخرج مع الام ديالها، كتشري شنو اللي خاصها، كتوجد للسفر، كتوجد للزواج، كتوجد للعرس. وكل يوم صباحا مساء كتلقى المكالمات اليوميه من زياد اي وقت، ولا كيسولها بزاف بالتفاصيل على المواعيد ديال الخروج ديالها، الرجوع ديالها من العالم العمل. بعض المرات كيعنفها على شي حوايج بسيط، مثلا الا ترجع انها رجعت معطله، شي مرات هكا كيطيب قلبها بديك اللهجه اللي كتحس فيها بداك الحنين، كيطلب منها انها ما تفسأش، ان شاء الله قربوا انهم يتلاقاو. ورجعت هكا كتعود على داك القرب ديالو والوجود ديالو في حياتها اكثر واكثر. قد ما الاستقاله ديالها من العمل ديالها كانت لحظات صعيبه، هي كتذكرت السنين ديال العمل، ودعوها بابتسامات ونظرات الحسد من الاخرين، وكانت توتر بهدي فوق جريها معادل، ولكن ايمان كانت في بلاصه اخرى، شغلت التفكير فداكشي اللي مهم بالنسبه لها اكثر. يوم الزفاف كانت ترتيبات ديال الزفاف رائعة مختلفة وراقية، ولد عمو صلاح هو اللي تكلف كل شيء، هو اللي قاد كل شيء، أما زياد كان باقي في باريس ولكن مراقب عن بعد. وأخيرا أرجع زياد قبل الزفاف بيومين، وتمت مراسم عقد القران، وأخيرا أصبحت ملكه، وأصبح ملكها زوجها. أفقت من داك الشعور ديالها وهي كتأمله، كتحس بانعدام الوزن، تحولت ديك اللهفة والاستعجال للخوف، ولكن خوف من المجهول، خوف من الحسد، خوف من داك الرجل اللي كيدق الكيان ديالها كامل وغادي يديها معاه لواحد العالم اللي مختلف على العالم ديالها. وداز الوقت ديال الزفاف اكثر من رائع، بحال داك الزفاف الحالم اللي كنشوفوه في الاساطير وفي الحكايات الحالمه. كان لحظات بالنسبة لها هكا بحال طايرة فوق صحاب، وهي كتأمله بعيون كتلمع بالحب، كتشوف العيون ديال عائلتها، ديال الأم، ديال الأب، ديال الأخ، ديال المي، كتحس بجزء من قلبها كيتختطف. كان زياد واقف هكا مراه ديك الهالة ديال الأضواء المتداخلة الألوان، كيبان له بحال شخصية خيالية جاي من داك الحلم القديم اللي حلماته سنين هادي، ملي كانت بنت كتخيل فارس الأحلام ديالها، كانت كتصنع ليه وجه غير محدد الملامح، وكتخيل بزاف ديال الحوارات، واليوم كتجسد هاد الحلم قدامها، كيتجسد في زياد. كانوا كيرقصوا واحد الرقصة أخيرة على موسيقى حالمة، حتى نطق زياد هو هكا معنقة، كنحس بحال كنحلم، حبيبة إيما مشاتي معايا. لفات هكا كفوفها على العنق ديالو، هي كتحاول تنطق بالرغم ديك المشاعر المرتبكة وداك الخجل اللي كتحس بيه وديك الفرحة، حتى أنا بحال كزياد مصدقاش. كان كيبتسم فرحان، كيبتها بديك الكلمات وهي كتسمع ليه، هو هكا كتبتسم ديك الابتسامة، كتحس بلا أسعد إنسانة في الكون، قدرش تصدق أن هادشي كامل وصلت ليه أخيرا. عينيها كيشوفوا داك الناس اللي من وراه بحال ديكور كيكمل الصورة والمشهد. وكان كل شيء سريع بعد الزفاف، موعد ديال الطائرة اللي داتهم مباشرة لباريس بعد 3 ساعات اللي دوزوها في الفندق، أجنحة من الفندق بعد انتهاء الحفل، هم بعد الطائرة ومن بعد إلى باريس مدينة الأحلام. قال لا بلا تقليد بلا خصو يهزها هكا بحال تقاليد ديالهم، هزها ودخل بها الشقة الباريسية. أخيرا دخلت البيت الزوجية، ديكورات ديالو غامقة ناعمة، الإضافات خافتة، أثاث مودرن، مربع الزوايا مستطيل مع الحائط ديال ردها الأساسي كامل ديال الزاج، كيبان البرج ديال إيفل من وراها هكاك واضح، منظر البرج أكيد غادي يكون رائع بالليل. وهنا كملت القصة ديالنا ديال إيمان وزياد، وليالله غادي تبدا. كنتمنى أن هاد القصة الحالية ما تكون عجباتكم، قصة مختلفة على القصص اللي سبقوا، تلاقاو إن شاء الله مع قصص أخرى، قصص وقصص جديدة. نخليكم في أمان الله.